الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، وما زلنا على سلم المجد مع النادي الأهلي. تواصلوا معنا سر عظمة الأهلي في قيمه ومبادئه. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. هو بالفعل سلم المجد، والحقيقة اللي يشوف أداء الأهلي وجدية لعيبة النادي الأهلي في الدوري الممتاز للكرة، اللي الأهلي حسم البطافز بيه وحاز اللقب الأربعين وعلق النجمة الرابعة، اللي يشوف درجة الجدية والالتزام والانضباط والرغبة والحماس يقول ده فريق بيقاتل عشان يكسب البطولة، مش فريق خلاص ضمن اللقب. الناس لما بتريح شوية فيما يعرف بالمنطقة الدافية أو المنطقة الآمنة بتلاقوا الأداء قل والدوافع قلت، لكن الحقيقة حفاظ الجهاز الفني على هذه الدوافع بهذه القوة لدى اللعيبة ده أمر يحافظ على روح الأهلي وشخصية الفريق البطل، بحيث أنه يكون في كل الأحوال وتحت أي ظروف لا يتحلى إلا بهذه الصفات القتالية العالية يا باشمهندس. اللي بيسعدك مش رأيك في نفسك. أيوه. اللي بيسعدك خلاص الكل بيبصر. ايوه. اللي بيحبك واللي ما بيحبكش، اللي معاك على نفس الدرب واللي كان بيقاوح بقاله سنين مضطر يبصر. النهارده الحقيقه بيعترف ان الاهلي مختلف. ايوه. والاختلاف كله النهارده بيرجعوا الى شيء كامن كامن في سحر الاهلي اسمه روح الفانيلا، تعاليم النادي الاهلي كيف يتوارثوها. ولما تشوف أبناء الأهلي أو حتى المنتميين إلى أي معسكر بس عدوا كده على النادي الأهلي بيطلعوا يقولوا لا الأهلي يا جماعة في حتة تانية، وإحنا تعلمنا كذا وكانوا بيكرهونا في كذا وكانوا بيقولوا لنا كذا، ولما روحنا لقينا كذا. أصبح الأمر النهاردة أنت مش محتاج تهابر قوي غير مع ناس مستحيل هتشوف غير اللي هي عايزاه، لأن هي لابسة نظارة المظلومية. ونظارة المظلومية يا أستاذ إبراهيم معتمة لا تعكس إلا ما تراه أنت في داخلك، يعني أنت بتشوف اللي دماغك بتفكر فيه، نفسك. بتشوف نفسك، فده لا طائل من مناقشته يعني. لكن الحقيقة الأهلي يدعو إلى الفخر، الحمد لله يا رب ديمها نعمة يا رب. الأهلي يدعو إلى الفخر، عشان كده حلقة النهاردة هنحاول مع حضراتكم ننقب فيها عن أسباب وبواعث وتداعيات هذا الفخر. هو ليه الأهلي يدعو لكل هذا الفخر؟ هو ليه الأهلي مختلف؟ وهل فعلا في حاجة اسمها مبادئ وتقاليد وقيم الأهلي والكلام ده كله، ولا زي ما الناس بتتكلم على أنه لا هو مجرد نظام؟ أنا أعتقد كل هذه الأمور اختبرت تاريخيا. طب عشان كده حلقة النهاردة يعني النظام انت بتجيب النظام اللي يتسق مع شخصيتك، اللي تقدر تحافظ عليه، اللي يتسق. مش هتجيب نظام انت مش حابه. ايوه. مش هتجيب نظام لا يعبر عن ثقافتك. ايوه. انت بتجيب النظام اللي يتسق معاك. فهي تجيبها يمين تجيبها شمال هتلاقيها ترجع تجيب من جذور التاريخ قيم وتقاليد وثوابت. عشان كده العنوان الكبير قوي لحلقة النهاردة اللي تحتيه بتتبع كل تفاصيل الحلقة، انه من عباءة التقاليد والمبادئ تولد البطولات والانتصارات. هو ده المعنى العام اللي هتتابعه حضراتكم واللي هتشوفوا هو ليه الاهلي مختلف، وليه الاهلي وازاي يدعو الى كل هذا الزهو. النهاردة في البطولة الأفريقية لكرة اليد منذ قليل، بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، الأهلي فاز على ريد ستار الإيفواري 41-17 ووصل للدور قبل النهائي. مباراة الدور قبل النهائي هتتلعب يوم السبت إن شاء الله، هيلعب فيها الأهلي مع وداد سمارة المغربي اللي فاز على فاب الكاميروني 31-27. في نفس الدور هيلعب الاتحاد الليبي بعد ما فاز على هليوبلس 25-24 على شباب كينشاسا اللي كان فاز على سبورتنج 35-28. ده الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا لكرة اليد أبطال الكؤوس للرجالة. إن شاء الله يلقى فريق الأهلي في
في السيمي فاينل والفاينل، كل الدعم من الجماهير يا باشمهندس. نتمنى كملها لنا بقى علشان تكتمل، لان ما حدث في مباراه السوبر يصعب تكراره. صحيح، ان في دقيقتين صحيح تتجمع كل الاخطاء التي يمكن ان تتخيلها لا تتخيل. يعني اهمال في الدفاع، فاولات عكسيه، ضربة جزاء، حسن يسري لاعب اصلا خطورته في الاختراق يوم ينط ويلعب اكنه باك يجيب جون المكسب. يعني كلها حاجات ما تتكررش كتير. نتمنى ان شاء الله كل ده يتعوض في قبل النهائي والنهائي باذن الله. حسن يسري ده بقى كان ينبغي ان يكون لاعبا في النادي الاهلي. اوبا، اخذه نادي الزمالك وانا مدير عام نادي الجزيره. وانت في الجزيره؟ وانا كنت رشحته للاسف الشديد للنادي الاهلي ولم يهتم. كان فين؟ في الجزيره. كان في الجزيره. واضح انه حاجه قويه جدا. هو حجمه مش كبير لكن عنده قوه بدنيه وفوت وورك في رجليه رهيب. فكلمت النادي الاهلي عليه كتير. لما انا بقى كمدير نادي جه جواب الزمالك وبتاع، خلاص ما هو تخيل لما انت تمضي جواب بالموافقه على انتقاله للزمالك. يا جماعه انتوا خلاص دفنت اللي ما انتوش عايزينه على اساس تخشوا حتى لمصلحه نادي الجزيره. يعني طبعا كان وقتها نادي الجزيره عايز ياخد اعلى سعر. فخلص ب 58,000 جنيه لنادي للسغنة لنادي الزمالك. شوف بقى من 2000 بقى له كام سنه بيلعب في الزمالك؟ 18 وما زال يحقق الفوز لنادي الزمالك. من اللعيبه الكبيره المؤثره الحقيقه. ده في الهاندبول. في الكوره النهارده الاهلي ادى تمرينه استعدادا للمباراه اللي جايه اللي هتكون يوم الاحد ان شاء الله مع بتروجيت. اكرم توفيق لاعب خط الوسط خرج من التمرين ما كملهوش، جات له اصابه بالتواء في الانكل، وبالتالي هيخضع للعلاج. ما حضرش المران اصلا ميدو جابر لاعب الفريق اللي سافر للفيوم لحضور زواج شقيقه، بينما الجهاز الفني تأكد من سلامة الثلاثي حسام عاشور ومحمد نجيب وصلاح محسن، والثلاثة دخلوا التدريبات بجدية استعدادا لهذه المباراة مع بتروجيت اللي هتكون يوم الأحد في الأسبوع 33. عندك ثلاث مباريات من أجمل وأمتع وأهم ما يمكن. بتروجيت، زمالك، مصري. أو مصري المصري ما تحددش، والزمالك اللي تحدد زي النهارده يوم الخميس اللي جاي. يعني واهميه ماتش الاهلي مع المصري والزمالك انه هيحدد المركز الثالث. ايوه. يعني نتيجه النادي الاهلي قد تكون مؤثره جدا في تحديد المركز الثالث. بعد ان ابتعد الاسماعيلي تقريبا بالمركز الثاني. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تلقى خطاب من الاتحاد الافريقي بيفيد بتحديد مواعيد المباراتين الاوليين في دوري المجموعات الافريقي. سيد قال انه خطاب الاتحاد الافريقي حدد مباراه الترجي يوم 4 مايو، والمباراه هيكون ان شاء الله في القاهره، والمباراه الثانيه هتبقى مع كامبالا سيتي في اوغندا يوم 15 من نفس الشهر. الاهلي هيسافر للامارات، هيلعب المباراة الودية مع أياكس أمستردام الهولندي في تكريم حسام غالي يوم 11، وينتقل منها مباشرة من دبي إلى كامبالا عشان يلعب هناك يوم 15. قال كابتن سيد إنه تم اختيار الكاف خلال الأيام القادمة بتحديد ملعب مباراة الأهلي والترجي، وإن الجهاز الفني إلى حد كبير بيتمنى الموافقة على إقامتها في استاد القاهرة إن شاء الله، وبيقول إن استاد القاهرة له الأولوية لكن ينتظر الموافقة الأمنية. يعني احنا هي نفس الكلام. يا ريت نلعب بقى على استاد القاهرة ويبقى عندنا الموافقة الأمنية وجماهيرنا تحافظ لنا على هذه الموافقة. طبعا علشان الفترة اللي جاية بقى فترة رياح الصفقات والجدل والصخب والدوشة والهيصة الكبيرة بتاعت نهاية الموسم. فكابتن سيد بيأكد كمدير كرة انه في جلسة تنسيقية للجهاز الفني كله مع كابتن حسام البدري هتبقى بعد الانتهاء من مباراة القمة، يعني مباراة القمة يوم 26 ابريل الخميس اللي جاي ان شاء الله. فبيأكد سيد عبد الحفيظ انه في اجتماع تنسيقي مهم جدا للجهاز الفني عقب مباراة القمة عشان يحدد
كل الامور الخاصه بملف اعاره اللاعبين، ملف اللعيبه اللي هيوافق على استخدامهم، ملف ايضا شكل القائمه في الموسم الجديد، التدعيم الافريقي هيبقى عامل ازاي، كل هذه الامور. سيد عبد الحفيظ بيقول ان كابتن حسام البدر المدير الفني لا يرغب في التعجل في حسم مثل هذه الامور، وبينتظر الانتهاء من مباراه القمه ثم الاجتماع التنسيقي المهم. يعني لما التصريح ده مش بياكد المعنى اللي كنا قلناه. كل ما يطلع كلام مين ماشي ومين جاي، يا جماعه لسه. اهو الدليل اهو، لسه أي. بعد يوم ماتش الزمالك هيبتدوا يحسموا الملفات دي. الجهاز الاداري للاهلي بدا بقى الترتيب للرحله بتاعه اوغندا علشان يبدا الاتصالات من الان بالسفاره المصريه في كامبالا لوضع كل الترتيبات الخاصه بهذه المباراه مع كامبالا سيتي يوم 15 مايو ان شاء الله. الجهاز الطبي قال ان علي معلول الظهير الايسر محتاج كمان 10 ايام عشان يكون جاهز للتدريبات الجماعيه، وانه مازال بيواصل علاجه التاهيلي. كان علي معلول بيعاني من اصابه في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب تونس في المباراه الوديه في كوستاريكا. علي معلول غيابات كتيره يا باشمهندس، دايما بيرجع من المنتخب مصاب مش عارف ليه ومعلول. ربنا يشفيه، لان طبعا ماتش الترجي مهم جدا. بالنسبه له هو كمان. لا يعني هو عندنا طرف بقى، ودي جمال انك تحسم بدري. في طرف انك انت تريح، وطرف ان انت تجرب، وطرف ان انت تعالج تدي فرص للناس. هو ده ما تستعجلش على واحد راجع من اصابه. كابتن سيد عبد الحفيظ اجرى اتصالات مع المسؤولين في اتحاد الكره لمعرفه امكانيه تقديم موعد مباراه نصف نهائي الكاس 24 ساعه فقط، وطلب الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري تقديم موعد المباراه حتى في حال تخطي الاهلي مباراه دور الثمانيه اللي هتكون مع الاسيوط ان شاء الله. بيامل الاهلي في تقديم مباراه نصف النهائي عشان تكون يوم 8 بدلا من يوم 9 لمنح الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس قبل السفر للإمارات لمباراة أياكس إن شاء الله. والكابتن سيد قال إن الإدارة هتطلب في خطاب لاتحاد الكرة تقديم موعد هذه المباراة 24 ساعة بعد حسم الموقف مع الأسيوطي. مباراة الأسيوطي هتكون يوم 30 إبريل. دكتور خالد محمود طبيب الأهلي قال إن محمد نجيب وحسام عاشور زي ما قلت لكم جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وقال إنه المباراة الفترة القادمة موقفهم حسب رؤية الجهاز الفني، لكن كانوا غابوا بسبب الإجهاد العام وليس إصابات حقيقية. بالنسبة لصلاح محسن اللي الناس كلها برضو متشوقة إنه يدخل بشكل سريع في تشكيلة الأهلي وقوته، الدكتور خالد قال انه صلاح محسن جاهز للحاق بمباراه بتروجيت يوم الاحد مع نجيب وعاشور، وانه القرار بالنسبه لهم الثلاثه قرار فني مش اكتر. ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره قال ان الجماهير اللي هتكون مسموح بتواجدها في دور الثمانيه لكاس مصر سيتم تحديده بالتنسيق مع الجهات الامنيه. ولجنه المسابقات برئاسه الحاج عامر حسين كانت حددت مواعيد مباريات دور الثمانيه الأهلي والأسيوطي يوم 30 إبريل في استاد السلام الساعة 7، سموحة ودجلة تاني يوم على طول يوم 31 على نفس الملعب الساعة 6. الإنتاج الحربي هيلعب الزمالك يوم 2 مايو في استاد بيترو سبورت أو في الإسكندرية، وهتكون الساعة 6 مساء. الإسماعيلي طبعا دخل للدور قبل النهائي بعد ما كان فاز على المقاولين. عندك تعليق على الجداول المضغوطه دي يا باشمهندس؟ خلاص بقى الموسم بيخلص. فات معدي حتى انك انت هتحتاج تقول لهم ايه؟ تعبتونا. مش هتتعبونا. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي قال بوصفه مدير بطوله افريقيا لكره اليد ابطال الكوس، قال انه الاشقاء الافارقه عندهم شكر كبير للنادي الاهلي، وان كل الامور بتسير بشكل اكثر من رائع، وان كل لجان البطوله بتعمل بدقه شديده، وقال ان احنا اقتربنا من خط النهايه، الامور ماشيه بشكل كويس على كل الجوانب في التنظيم والمباريات والمنافسات، وقال انه جميع الفرق قدمت شكرها وتقديرها للجنه العليا للبطوله، وشدد مدير البطوله على انه جميع اللجان
بتواصل جولاتها على مدار اليوم لإنهاء أي مشاكل أو أزمات. وبالفعل اللي يدخل النادي الأهلي اليومين دول في الجزيرة تشعر إن أنت في منطقة أفريقية. لا ده أنت من أول الشهر. بالذات لأن الحقيقة يعني الحقيقة مجهود هائل والتحام هائل مع أفريقيا. تواصل رائع لأنك أنت مستضيف كمان ديت يا باشمهندس الولاد والبنات مع بعض. أيوه. فتدخل كده أنا داخل بدور عليك امبارح قعدت ادور على افارقه كتير عشان اشوفك في وسيم وانت قاعد فين. فهتلاقي عدد كبير من اولا ما هو كل بعثه افريقيه جايه تلعب ولاد وبنات. ايوه جاي معاها اداريين جاي معاها صحفيين. لا 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 خليت نحل افريقيه واعتقد النادي الاهلي اصبح له قواعد اداريه وجماهيريه وعلاقات قويه جدا دلوقتي في افريقيا من خلال الشهر الافريقي العظيم اللي فات ده. صحيح. اللجنة المنظمة أيضا للبطولة بتنظم يوم ترفيهي بكرة الجمعة إن شاء الله للفرق المشاركة علشان يعملوا لهم جولة سياحية يزوروا بعض المعالم الأثرية في منطقة الأهرامات وبعض البازارات السياحية في إطار الحرص أيضا على الترويج السياحي لمصر. ده بعد جدول أيضا سياحي مستمر للفرق المشاركة. حارس مرمى الفريق الكاميروني فريق فاب الكاميروني يمكن أشاد بالتنظيم بشكل خاص جدا وقال أنه النادي الأهلي وفر للفرقة وكل الناس اللي موجودة كل ما يلزم المشاركة وأنه سعيد جدا بوجوده في النادي الأهلي والمشاركة في هذه البطولة وقال أنه تنظيم الأهلي في حد ذاته لهذه البطولة بشعبيته وبشهرته في أفريقيا كان ضمانة حقيقية لنجاح هذا الحدث الكبير في الهاندبول. وانا رايي ان الرياضه تستطيع ان تلعب دورا دبلوماسيا هائلا في افريقيا. ايوه. فلما يكون هذا متاح مفيش افضل من الاهلي. صحيح. ان يقوم بهذا الدور. انك تعمل طايره وسله ويد قصدي ورا بعض. وقبليها بكم شهر الباسكت بول. كانت كره السله. صحيح. فعندك التحام قوي مع افريقيا. وتملي الناس بتطلع من البطولات ممتنة. والمردود حتى بيبان إعلاميا عندهم. طيب جولة صحفية سريعة. الجمهورية البدري بعد اتفاق التجديد أجاييه ومعلول وأزارو مستمرون في الأهلي. والمصر اليوم بتنقل عن كابتن حسام البدري أنه تجديد عقدي مع الأهلي محسوم. طب يا ريت الناس تسكت لغاية كده. لا هو امبارح كان مع كابتن شوبير كان واضح جدا. وقال لم ولن افرض شروطا ماليه جديده والظروف الصحيه لبيبو تؤجل الاعلان الرسمي. وقال ان انا طلبت عوده رمضان صبحي ووضعت العديد من الحلول لتعويض رحيل عبد الله السعيد. الشروق قالت الاهلي بيفاوض محمود متولي لضمه وتصعيد ايمن اشرف للفئه الاولى. وقالت ان وليد سليمان بيقول بدراعه بقى بصراحه. يعني ايمن اشرف يستحق كل الاشاده. راجل جالك كباك ليفت نسألت هيلعب ازاي اذا به كان الحل السحري ربنا اداهولك لانه هو كان يجيد ايضا في مركز المساك او الستوبر واعتقد انه ادى اداء مبهر اوصله لدرجه انه راح المنتخب يلعب سيرد باك. فانا شايف ان هو يعني هذا العدل وهذا هو العدل الذي لا ينتظر الاهلي ان يطلب منه. طب هذا هو العدل فماذا عن العدلي؟ انت ايه عايز مني ايه تاني؟ التقطت ليك بعض الصور في نادي الشمس خير؟ لا ده ناشئ اسمه يوسف الجبالي. وهو بقاله 3 سنين يعني في محاولات انه يجي النادي الاهلي. هو الولد عنده رغبه هائله وبيرفض كل العروض. هو ولد يعني من بيئه ثقافيه عاليه جدا والله. طبعا والده من كبار الموسيقيين في الاوبرا. وهو شاب محترم صانع العاب يشاد به دائما. صانع العاب. يشاد به دائما. مواليد 97 فمش هياخد مكان في الدرجه الاولى. واخر فرصه انه كان يجي السنه دي. فرحت بنفسي بقى نادي الشمس وربنا رزق بالتفاهم. اسامه ابو زيد رئيس النادي. اسامه ابو زيد بيسلم عليك. صديق عزيز طبعا. واضح انه سيطر على الامور وانه راجل بيؤدي اداء طيب في نادي الشمس وله مكانته. والحقيقه يعني كلهم ناس كويسين يعني حتى صديقي عادل محمود اللي دوخني ودوخته على مدى 3 سنين. بس انا ما كنتش انا كنت بعيد على الصوره مش صاحب قرار يعني.
فقلت له انا الاوان بقى ما نحطش اللي انا وانت اي شروط، والراجل يجي لنا سنه كده وبعدين نتكلم في اللي انتوا عايزينه كله. وهو يعني ما سوف يكون. لذلك انا عاتب قوي على بعض الاهلاويه، يعني سيبونا يا جماعه نشيل هم الناس اللي ما بتحبناش، هنشيل هم الناس اللي تحبنا. التسرع في الاحكام وتليح الكلام والافيهات اللي ملهاش لازمه صفقة تحت السن جاي قد يكون واعدا عشان يبقى نديله الفرصة العادلة وناخد احنا معاه الفرصة العادلة. اذا نجح هيبقى من الصفقات الهائلة اللي تمت. طبعا اذا ما نجحش ما هو الخسارة التي عادت عليك انت مشجع الاهلي؟ يعني انت هو انتوا عايزين ايه يا اولاد؟ طب ما تقولوا لنا نعمل ايه وما نعملش ايه طول النهار وخلاص وريحوا لنا دماغنا. صحيح. انما الـ 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 الناس حتى اللي انت حاطط ثقتك فيهم تجدهم احيانا يشطحوا كده ويتطرفوا في التعليق اكنهم يعني مزايده على القائمين في النادي الاهلي. وانا اللي عايز اقوله النهارده مقابلني ناس يعني وانا تحت بيتك فواحد منهم بيقول لي فلان وفلان وهنجيب. قلت له اسمع، هو انت عايز ايه من النادي الاهلي؟ فسكت كده. قلت له عايز ايه؟ قال لي عايز الاهلي يكسب. قلت له بس ما تقوليش اعمل ايه عشان الاهلي يكسب. ايوه انا بتكلم عن النادي الاهلي مش عدلي. ايوه قلت له كفايه بقى عشان انتوا حولتوا الموضوع نفسه من وسيله الى غايه. ان الانتقالات بقت غايه مش وسيله. وسيله مكايده. وبالتالي اديته فرصه ان الاسعار تشطح، اديته فرصه ان اللعيبه ما تبقاش تحت السيطرة زي الأول. الأمور مش طبيعية. فلو الإعلام والجماهير يخفوا شوية في القصة دي صعب الإعلام يعني عنده أهدافه وتوجهاته. إنما على الأقل جماهير أنا بطالب جماهير الأهلي يعني يا تحطوا ثقتكم في إدارتكم يا خلاص نفضل كل ما نعمل حاجة انتقادات قبل أن تظهر النتائج. يعني أنت الاحكام ده حضرتك مع الاستاذ اسامه ابو زيد هو بس مرسي اللي على الشمال خالص ده طبعا بس باسم وباسم عضو مجلس الاداره برضه باسم صلاح كان لعيب كره يد. ايوه الحقيقه ناس محترم قابلونا استقبال محترم جدا وهم مقدرين ان لازم يدوا له فرصه جيده وفي الاخر هيبقى الخير هيعم على الجميع باذن الله ان شاء الله ربنا يوفقه. وليد سليمان الشروق قالت ان وليد سليمان بيقول انه ضحى كتير من اجل اللعب للنادي الاهلي وتمسك بالاهلي وحكى قصه دموع بسبب الاهلي. الحقيقه ده مش الشروق، ده ملخص لحوار مهم الحقيقه كان لوليد سليمان مع الزميل ابراهيم فايق امبارح. يمكن وانا جاي انا والمهندس عدلي لمست تقديره الكبير لوليد سليمان ولعلاقه وليد بالنادي الاهلي وتعب وليد من اجل ان هو يلبس فانيله النادي الاهلي وتضحيته بشكل كبير جدا. في بعض الفترات اصيب بانهيار عصبي لما فشلت محاولات انضمامه للاهلي. وليد الى هذا الحد يا باشمهندس بيضرب مثل رائع. وليد سليمان انا امبارح يعني بقلب كده فقلت هستنى شويه مع وليد وابراهيم فايق. ما قدرتش اقوم قبل ما يخلص البرنامج. كانوا حوارين مهمين. الحقيقه لسبب. ابراهيم شاطر وبتاع الغام. وقلت له انت رغم رزالتك على بضحك النهارده انا مش من عادتي كتير ان انا اكلم حد علق على حاجه عملها. بس انا كنت حريص اقول له ابراهيم انا بقول لك من انجح الحلقات اللي اتعملت حلقه وليد. وهو كان بيقول انها هاشتاج نمره 2 على مستوى مصر يعني امبارح اثناء الحلقه. لانه قدم وليد في مفاجأة أعتقد كانت لإبراهيم قبل ما تكون لأي حد تاني كما لم يره أحد من قبل. أيوه امبارح الكشف الرسمي عن وليد سليمان. أنت طول عمرك تقول وليد لعيب محترم، وليد ما بيعملش مشاكل، وليد أهلاوي، وليد ضحى، وده حقيقي كل اللي عارفينه محدش سمعه كتير. إنما
يعني انك انت تضحي ازاي وباي مفهوم وباي فلسفه وتتكلم عن النادي الاهلي بعمق شديد جدا. ده قال شويه جمل امبارح فانا كنت وكانه بيرد على الناس اللي هو متمرد وفتنه بعد حكايه عبد الله السعيد. والله يعني انا مش عايز اخدها في السكه دي لان ده هو كان حارق يعني كان محرج يقول مش عايز حد بقى يقعد يربط في كلامي ويعمل مقارنات. انا بتكلم عن نفسي. انا شوف الذكاء. وبعدين مثلا يعني الجمله اللي استوقفتني جدا ومحدش ما سمعتهاش من حد لكن فيها عمق شديد. لما بيقول له اللي يخش النادي الاهلي وما يتعلمش من النادي الاهلي قال له لا طبعا بتعلم الانضباط. قال له لا ما تتعلمش في حياتك من اللي اتعلمته من النادي الاهلي كيف تدير حياتك. أيوة. طبقا لما حياتك بقى مش الكوره. ايوه طبقا لما اللي ما يغيرش شخصيتك. طبقا لما تعلمته في النادي الاهلي ورايته واللي تعلمته دي مش ناس بتدي لك محاضرات. دي ناس بتعمل معاك مواقف وبتشوفها بالظبط لما بتخلق شخصيه. لما يجي يقول له كيف يتعامل الكبار مع الوافدين الجدد وهو شخصيا ويتقال له ايه ويتعمل له ازاي. لما يلاقي وهو في بتروجيت وفي امبي جمهور الاهلي وهو بيلعب بتروجيت وبيلعب امبي بينده عليه وبيسقف له وبيبكي يشعر بان هذا الجمهور يقدر كل من يحب النادي الاهلي. فهو دخل قلوب الاهلي وجماهيره ونظامه قبل ان يدخل ابوابه. طب تسمع الفيديو الاولاني ونشوف. اسمع ونعلق بقى لان الحقيقه انا على فكره بس انا كلمت وليد فما ردش فكلمني وانا جاي. قلت له وليد معلش انا هقول جمله يعني مش عايز ابان ان انا يعني انا عملت تعاقدات مع ناس كتير عدد محدود اللي بعتبرهم نياشين على صدري شخصيا. الله انت امبارح الله احد هؤلاء النياشين الكبار لاني حسستني قد ايه ان انا ربنا كرمني ان ان ان, إن, إن انك تيجي النادي الاهلي من خلالي في جزء صغير طبعا هو جه عشان النادي الاهلي مش عشان يعني طبعا. لكن ان انا اقعد 6 سنين ما يأس وافضل كل سنه احاول اجيبه فانا حاسس ربنا كافئني انا من غير ما حد يتكلم معايا من الحوار اللي عمله امبارح ان عرفت الشخصيه لما تبقى محترمه قوي كده تسوى اي مجهود تسوى اي حاجه. وعرفته لما المهندس عدلي القيعي يقول لكم وليد سليمان وسام على صدري يبقى قد كده الحاوي يستحق ان احنا نشوفه. فاكر اول مره اول يوم ارتديت فيه تيشيرت النادي الاهلي؟ طبعا فاكر. طبعا فاكر ما انساهوش يعني. ما اعرفش ليه انا بحس انت تحديدا يعني او مجموعه كده من اللعيبه ليها عند يعني معظم جماهير النادي الاهلي عندها رصيد يعني بشوفك انك واحد من اللعيبه اللي اعتزت بفكره ان هي كان عندها حلم تروح النادي الاهلي وفضلت محافظ على الحلم ده. انا اقول لحضرتك حاجه يا كابتن. انا افتكر في ماتش امبي وبتروجيت نازل اسخن ولقيت جمهور الاهلي بينادى عليا. امبي وبتروجيت سوري امبي والاهلي وجمهور الاهلي بينادى عليا وانا في جه كابتن مجدي عبد العاطي قال لي انت ما ينفعش تسيب فرقتك وتروح للجمهور الخصم. قلت له ما ينفعش لازم اروح الجمهور. المره دي اللي دموعي نزلت في الملعب وما كنتش قادر ان انا ابدا الماتش. جه الكابتن كان الكابتن علاء موجود وكان مستر مالدينوف قعدوا اتكلموا معايا شويه وعايزين يطلعوني من اللي انا فيها عشان العب ماتش. وفعلا لعبت الماتش وكنت كويس جدا بس دي من الحاجات اللي ما شفتهاش بتحصل ان جمهور النادي الاهلي بينادي اللعيب قبل ما يجي النادي الاهلي. كانوا حابينك من قبل ما انت ما تبقى محبينك تبقى موجود في الفرق. فعلا ان انا كنت متوسك بالنادي الاهلي 4 سنين في بتروجيت كنت بتعرض لخصومات بسبب ان انا بطلع اقول ان انا عايز العب النادي الاهلي. كل ما اقول الكلمه دي تخصم مني فلوس. وكنت بصمم ان انا لازم اقول الكلام ده ان انا فعلا انا كنت بلعب كره عشان اوصل النادي الاهلي. اهم حاجه يا جماعه هتلاحظوها في كلام وليد ان ابراهيم بشطاره نصاب له اكتر من فخ في اسئله عديده معرفش هيبقى بعضها موجود معانا ولا لا انما اللي مش موجود معانا هقول لكم عليه. وانا قلت لابراهيم بهزار كده رغم رزالتك مع وليد امبارح انا ما كنتش قلت له لا ده انت ده لولا ان الراجل ده صادق قوي 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 مع نفسه
كان ممكن يتعثر في أي سؤال من الأسئلة اللي أنت سألتها له، لكن صدقه نجاه لأنه كان بيقول الحقيقة، فأنت مصدقه على طول الخط، ورجل متسق مع ذاته جدا. وياريت ليك تعليق قبل ما نكمل. الحقيقة يعني بقول 4 سنين وأنا بمارس هذا الحب. بيتخصم منه 4 سنين وأنا كل ما تيجي مناسبة أقول عايز أروح الأهلي فيتخصم منه. بيفكرني شوية بحسين الشحات، بس حسين الشحات معرفش دلوقتي دماغه هتتغير ولا هيكمل حب في الأهلي. حساباته اتغيرت. ما هو يعني الدنيا طبعا يعني ربنا يوفقه برضه لأنها مسيرة احترافية كبيرة. طيب وليد اتعلم إيه من مين في الأهلي؟ نسمعه. إن أنا أول ما جيت النادي في حاجات اتعلمتها كتير جدا من تريكا وبركات وجماعة. ممكن تعمل أي حاجة. سنة واحدة بس، حط لي خط بس على الجملة اللي أنت قلتها دي. في حاجات اتعلمتها من مين؟ من تريكا وبركات وجماعة. ادولك الحتة دي. مش أنا بس، لكل الناس. بس هو مش عايز أقول إن هو اللي بيصعب عليا إن هو ما بيستفيدش في النادي الأهلي. لازم على قد ما تقدر تستفيد، إن النادي الأهلي منظومة كبيرة. تستفيد منها لحياتك الشخصية، لشغلك في النادي، أي حاجة. مش عايز أقول يعني هيخسر كتير اللي ما بيستفادش من جوه النادي الأهلي، مش ماديا ولا إن هو استفاد نجوميا، لا. استفاد حاجة لنفسك، تعرف أنت عايش حالة حب، يعني مش اللي هو أنت مش بتاكل عيش يعني. لا بتكلم النادي الأهلي في حاجات، النادي الأهلي مش عايز أقول مدرسة أو حاجة، لازم تستفاد من أي مواقف، تتعلم في حاجات المبدأ، تتعلم لازم يكون عندك مبدأ، حاجات كتير جدا. يعني زي ما أقول لك تريكا وبركات وجمعة يعني كباتن كبار، يعني الواحد تعلم منهم إن لما تيجي تزعل ازعل، ما أقولكش بتزعلش، بس الزعل ده ما يأثرش على المجموعة، ما يأثرش على الفرق، ما يأثرش على الجو العام بتاع الفرق. من حقك تزعل، واحنا ممكن نقف جنبك وانت بتزعل، لكن ما يأثرش على حد. ما يبقاش اللي هو انا زعلان وراح واخد الكابتن ابراهيم على جنب، ده مش عارف ايه هيعملوا فيك كده بكره، مش عارف واخد مين على جنب كده، انت بتبوظ الفرقه. قافل بقك طول الوقت، ازعل بس زعلك ده طلعه في شغلك، طلعه في تمرينك. ده وليد سليمان اللي انتوا سمعتوه بعظمه لسانه وهو بيقول انه يخسر كتير اللي ما يتعلمش في النادي الاهلي، وما يقصدش الراجل يتعلم الكوره والمجد والنجاح والبطولات، لا، يتعلم على المستوى الشخصي، يتعلم في تكوين شخصيته، في سماته الشخصيه، في حياته العامه، في حياته حتى بره نطاق الرياضه، ازاي يقدر يدير حياته. بص يا استاذ ابراهيم، لما ابراهيم فايق بيقول له قال له لا انا بتكلم على انك تبقى راجل فهمت يعني ايه النادي الصح والغلط، تبقى راجل مثلا عندك مبدا، صاحب مبدا. هذا هو جوهر الاهلي. لما وليد سليمان بهذا الصدق يوصل له جوهر الاهلي اللي ما كانش واصل لناس مهمه، كانت بتقول لك يعني ايه قيم ومبادئ، وخوفنا. يوم يجي وليد سليمان يطمني، لا ده المعنى مترسخ قوي ببساطه عند واحد لا يعرف ينظر ولا يفلسف ولا قال لك لا يا استاذ ابراهيم انا بكلمك ان ما يستفدش على المستوى الشخصي، مش الفلوس والمجد، ولا انه ازاي يدير حياته ويمشي، يعني يبقى عنده مبدا. راح ملخصها بجمله كده، يبقى عنده مبدا. يا الناس اللي بتقولوا لنا يعني ايه قيم ومبدا، نشرح يعني لا. وبصوا بقى فكره التواصل، شوفوا هو بيقول تعلمت من ابو تريكا ومن بركات ومن جمعه، ومش انا بس، كل اللعيبه اللي معانا تعلمنا منهم كتير، وده اللي بنحاول نوصله للي جاي معانا وشرح امثله من بعدينا. شرح امثله. لما ابو تريكا يقول له اغضب بس ما تتمصليش وتاثر على الفريق، ايوه، وانك انت تبتدي تتودود وهيتعمل فيكم كده بكره مصلحه الفرقه اهم من مصلحتنا. لكن نزعل هو ابو تريكه مؤكد لما كان بيقعد احتياطي كان بيزعل، ايوه، لكن ما عملش مشكله، بيرجع يتمرن. وبركات نفس الشيء، ايوه، وهتشوفوا لما بيتكلم على بركات بيتكلم ازاي، ولما بيتكلم على وائل جمعه بيتكلم ازاي، وتعلم كل واحد فيهم ايه، لانه هو سال سؤال مباشر ما اعرفش هيجي ولا لا. تعال نكمل، الدنيا هتتوضح معانا اكتر. هل فعلا مارتن يول كان عايز يبطلك من النادي الاهلي او عايز يطفشك من النادي الاهلي؟
من غير دبلوماسيه. لا مش يبطلني. انا لما جه مستر مارتينيول كنت مصاب. يمكن اول تدريب يمسكها كنت انا لسه راجع، والراجل مش عايز اظلمه، انا لو هتكلم هقول على الجهاز المعاون. جهاز المعاون ما قدرش يوصل له فلان وفلان وفلان. كان بيشتغل على اللي هو موجود، اللي هو الراجل شايفه قدامه في الملعب. طبعا جه لان انا بعيد، انا لسه راجع من اصابه، كنت كان بقالي 3 شهور ما بلعبش. وصلوا له ايه عنك؟ ما وصلوش حاجه خالص. انا راجع من اصابه، الراجل شايف واحد بقى راجع من اصابه، ما يعرفش ده كان اساسي في الفرقه، ما يعرفش دوره ايه كان في الفرقه. عنصر من العناصر بالظبط. طيب اللي برضه عشان ادي له حقه، كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي اتكلم ووقف جنبي في الحته دي، قال له لا الراجل ده كذا، قال له مع ان ده مدير الكره، يعني اللي المفروض يقول كده الجهاز المعاون بالظبط. دي حاجه اضافيه عملها كابتن سيد. الراجل قال له قال له لا، برضه ما كانش مقتنع بكلام الكابتن سيد، قال له مره واثنين وثلاثه مفيش فايده. جيت انا قعدت مع الراجل، الراجل قال لي انت عندي رقم 3. كان صريح قوي زياده عن اللزوم. وقال لي مش عاجبك امشي كده. قلت له لا، أول مرة تقول الموضوع ده. يمكن حدش عارف الموضوع ده كتير. قلت له لا، أنا موجود في النادي، مش أنا موجود. قال لك أنت رقم 3 ومش عاجبك امشي. كده. بالظبط. إن أنا دخلت قلت له أنا لعيب كبير في الفرقة وما ينفعش إن أنا أتعامل كده وبتاع، مش عاجبك امشي. أنت عندي رقم 3. قلت له لا خلاص أوكي مفيش مشكلة. اشتغلت وبقيت أشتغل بره. أتمرن بره وأشتغل. لحد بقى اقول لك حاجه ما حدش عارفها اللعيبه، بس ان ده حاجه حصلت جوه ماتش الوداد 1-0، جون رامي ربيع اللي انا عملت ان انا الكره دي لرامي ربيع. بعد الماتش كان في اجتماع عندنا في الاوضه، الراجل جه اتاسف لي قدام زمايلي كلهم. اتاسف لك؟ وقال لي انا اسف، وانا كنت ظالمك، وانا كنت يعني هو كان بيقول وقال للجهاز الفني انا كنت مش هسامح نفسي، كنت اغلط غلطه كبيره يعني انا مش هسامح نفسي عليها بعدين. ان هو كان قال لهم ان وليد يمشي، كان اشتغلت. هو قال لي رقم 3 ما عنديش مشكله ابقى رقم 3، بس انا اشتغل عشان لما تجي لي زي ما قلت لك تجي لي. طب ما انا جات لي، انا لو مش شغال كويس وهلعب ماتش الوداد في الوداد، ما انا هبقى وحش الراجل برضه، هفضل خواجات رخمين. نقول تاني ولا نكتفي باللي قاله وليد؟ شفت معدن اللعيب الصادق اللي واثق في نفسه. قال له والله مش عاجبك يمشي، انت نمره 3. قال له لا مش هروح فين، راح رايح مدي لنفسه كورس اضافي في التدريب البدني عشان لما يرجع واقف على حيله يجبر المدرب انه يخش يعتذر له قدام زمايله. فعظيم. دي رساله يا باشمهندس لكل اللعيبه. ايوه. هو انا مبسوط من كلام وليد. ايه يعني ان هو بيرضي لا الاهلاويه اللي جواه؟ بيرسخ مفاهيم ومبادئ بجد. ده كل لعيبه الاهلي الجديده لو تقعد تتفرج على ده اداله من الرشته بالظبط. وليد سليمان لاعب بقيمته الاهلي، المهندس عدلي حفي وراه 4 سنين زي ما وليد قال، وفيها مشاكل، والوزير البترول وقتها سامح فهمي مانع، حدوته كبيره قوي، وانهيار عصبي يجي لوليد. يعني لعيب بذل جهد كبير قوي، وسمعتوه وهو بيقول كان بيتخصم لي فلوس كتيره خلال 4 سنين، كل ما اقول نفسي اروح الاهلي عايز اروح الاهلي، وهو في انبي وهو في بتروجيت. فلعيب يضحي كل هذه التضحيات، ولما يجي يلاقي مدرب كبير زي مارتن يول يقول له انت رقم 3 عندي، ولو عايز امشي، ويتدخل بالنصيحه مدير الكوره فيكلمه على وليد، والراجل لا راكب دماغه. وليد ما لجأش للاعلام، ما شهرش بالراجل، ما ضغطش على الجهاز، ما قعدش يمسك التليفون ويحرض الجمهور ويحرض الاعلام ويسوس جوه الفرقه ويهز صوره الراجل عند الاعلام وعند الناس. على فكره في كتير قوي من اللعيبه بتعمل كده، لكن وليد سليمان لا. بصوا درجه صدقه واحترامه. عايز تعرف قصه الانهيار العصبي اللي جاله؟ انا قالوا لي، أنا متابع معاه. مان تو مان يعني. أيوه. فقالوا لي النهارده يعني اتنقل على المستشفى. عشان راح قال لهم أنا عايز أروح ألعب في الأهلي، قالوا له لأ. بعد شوية جاله انهيار وإغماءات فراح مستشفى. مستشفى جنبنا في العجوزة. فأنا قررت ان انا استاذن من النادي ان انا
نبعت له ورد يعني نحسسه ان احنا ملمومين حواليه. وحسيت ان القدر ادانا المفتاح اللي نقدر نحقق له رغبته. لانه اتقال له كده عايز تسيب بتروجيت تروح انبي. فاذا كان هتضغط عليه بالسلطه لدرجه انه يقول انهيار عصبي، اعتقد الاتحاد الدولي كان لن يقبل بهذا الامر ابدا. لكن اللي حصل ان في الفجر راح للشخص الذكي اللي انت تعرفه انا وانت وخده، بيقول لك انا قمت فقت لقيت ناس تانية قاعده حواليا. طاقم الوزير والوزير. عايز يسيب بتروجيت امضي دلوقتي عقود ام بي. وحصل وراح ام بي. مروحه ام بي بقى خلانا برضه يعني من يأسي لحد ما جبناه، وجبناه وقتها كان برقم قياسي يعني. كان اغلى لاعب ساعتها 8 مليون جنيه. 8 مليون طبعا لام بي. وكان الزمالك داخل في الموضوع، وهم في ام بي يعني مهنيين يعني شطار شويه، ويقول لك ايه طيب هنحط الاثنين قدام بعض. قلت لهم لا، حطوا دي دي او نقطه لحد تاريخ كذا، اللي مش هيكمل يبقى بره. فقالوا بكره الساعه 12 اخر عرض جه، كنت انا كلموه في التليفون، واحنا هندفع 8 مش عارف ايه. طب احنا مستنيين. ما جوش. ما جوش 12 5. قلت لهم انا عايز وليد، ادوني وليد. موقف محترم الحقيقه. موقف محترم. وعلى فكره اللي يلاحظ مسار مشوار وليد سليمان مع الكوره يكتشف انه الكلام اللي انتم بتسمعوه منه ده مش من فراغ. وليد سليمان فيما اذكر انه كان لاعب ناشئ في نادي حرس الحدود، هو من المنيا. لما جه يتصعد في حرس الحدود ما تمش تصعيده، والمدرب اللي كان ماسك وقتها شاف انه ما ينفعش وتم الاستغناء عنه مجانا. فراح وليد يلعب في الدرجه الثانيه، لعب في بتروجيت ويصعد ببتروجيت للدوري الممتاز ويستمر مشواره لغايه لما يوصل. راح جونه الاول. راح الجونه قبل بتروجيت. اصل هو انا ليه بقول لك راح الجونه؟ لانه احنا مضيناه. وبتروجيت جريت مضيته وخدته ودفعت وخلصت مع الجونه. فكان لعب في الدرجه الثانيه مع الجونه. فكان لا اعتقد الجونه كانت ثانيه ولا درجه ممتاز وقتها مش فاكر. لا كان لسه انما هو كان لعيب. وكل ما اكلم مختار على العيب يقول لي لا هو اللي يستحق المجهود هو وليد بس مش حدهولك. ايوه بتروجيت. بتروجيت لانه صعد بيهم. فطبعا ما رضيناش ساعتها يعني نقول انه ماضي الناديين وبتاع، ويمكن هي دي كمان كان اول لقطه بيننا وبينه. شاف ازاي احنا خوفنا عليه. شفت الصعايده بيبقوا عاملين ازاي؟ ده تمام احسن ناس والله. طيب هنشوف وليد سليمان بيعبر عن كل هذا الحب للنادي الاهلي. لما الاهلي جه عرض عليك، انا فاكر كويس انا قلت الخبر ده، وقلت ان وليد اول ما اتعرض عليه ان هو يجدد قال لهم هجدد وهجدد على بياض، ده انا كان حلمي اصلا ان انا اروح النادي الاهلي. حتى بعد السنين دي الامور ما فرقتش معاك وما قلتش طب انا من حقي زي ما الموضوع طبيعي من حقي ان انا احط رقم، من حقي ان انا اختار. بص يا كابتن، يعني ما ينفعش انت بعد الفترات الطويله جدا انت عايز توصل النادي الاهلي هتيجي تعمل ازمه او تيجي تقول ان اتساوي من النادي الاهلي في اي حاجه. اكيد النادي الاهلي بيقدر كل لعيب بيبذل جهد في الفرقه او ليه تقله في الفرقه بيتقدر. ما ينفعش ان انا بعد السنين دي كلها اجي اقول ان انا اتشرط وان انا عايز امشي. انا التجديده الاولى مع الكابتن علاء عبد الصادق انا كان جاي لي عروض من بره من قطر تحديدا، وكان ارقام خياليه وكنت فري. يعني انا كنت لما الكابتن علاء جه يتكلم معايا قلت له يا كابتن انا مش هتكلم في حاجه. جه حتى يعني قال لي ايه هتيجي تتنطط دلوقتي؟ انا كنت في انبي وعايز عارف وعايز تمشي تروح الاهلي دلوقتي. قلت له استحاله يا كابتن. ومضيت برضه على بياض واتحط لي رقم اللي انا استحقه واللي انا راضي بيه.
فعلا في الاول والاخر هو رزق بتاع ربنا. بس يعني الحمد لله اتحط لي رقم ان انا كنت راضي بيه وكملت. والتجديده الثانيه دي لما الكابتن سيد كلمني والكابتن خطيب رحت ما كانش في حاجه يعني. حتى الكابتن سيد جه يكلم معايا في ارقام قلت له يا كابتن مش هتكلم في حاجه. مضيت على بياض ومشيت ما كانش حاجه. قصه التوقيع على بياض. ايوه. هل هي سذاجه؟ هل هو عبط؟ ام ثقه؟ ثقه وتجربه مؤكده عاشها كل واحد داخل النادي الاهلي. انه مش محتاج يتكلم، انه هيجد الرقم اذا ما كانش راجل يعني من النوع اللي يقول لك ايه لا استنى ما اسمع كلمته الاول عشان اطلب اكتر. لكن اللي قايس نفسه وعارف بيقول لو جالي كذا ابقى راضي ويجي له كذا او اكتر شويه بيبقى اسمه وليد سليمان. وليد سليمان. تشعر انه فعلا النادي الاهلي ربنا بيحبه. ربنا بيحبه لانه مجمع الناس على الخير، مجمع الناس على حاله حب وحاله احترام وحاله مبادئ وحاله نجاح. ربنا بيحبه انه كل شويه يديله ومضه كبيره قوي تنور للي حواليه. كل جيل هتلاقوا فيه نموذج مضيء جدا، حتى لو في حد، لانه ده بشر، لو في اي لعيب الشيطان بيلعب، الاغراءات تجيله، الاعلام يضغط عليه، عروض كبيره تجيله، فيبدا يفكر في اتجاه غير الاتجاه اللي يليق بكونه لاعب في النادي الاهلي. فربنا شويه يطلع نجم زي محمد ابو تريكه، شويه يطلع وليد سليمان، شويه قبل كده يطلع هادي خشبه، يطلع غيره. مش عايز يعني اختص اجيال، لكنه في كل جيل هتلاقي مجموعه من المخلصين جدا جدا للنادي الاهلي. وليد سليمان يعني ما حدش عايز ياخد باله انه في نفس الكلام ده اللي كان بيقوله كان في نفس التوقيت زميله وصديقه في الملعب عبد الله السعيد معروض عليه رقم كبير من نادي الزمالك مضى بسببه. وليد سليمان كان جاي له قبل كده وهو لاعب فري. يعني لو كان مسك القلم ومضى للعرض القطري اللي كان بيقول لكم عليه مؤكد كان هياخد اضعاف كتيره اللي خده من النادي الاهلي. لكن هو عايش حب وصادق مع نفسه. وكل زي ما المهندس عادل اشار في البدايه، حاله وليد دي كلها خلاصتها الصدق. لا بيمثل ولا بيميز، هو بيتكلم بصدق. الناس انا متاكد ناس كتير فوجئت بالشخصيه دي بالظبط. يعني انا منهم على فكره. لا طبعا، ما انا بقول لك ما سمعتهوش. لا انا هقول لك حاجه. انا مثلا طب ما انا كنت بتفاوض معاه والوكيل بتاعه طلع عيني وخلصت معاك حلقة ملك وكتاب وروحت البيت. ايوه. قعد معايا وصلينا الفجر وكان رمضان حتى اتسحرنا وصلينا الفجر وخلصنا. بعد ما نشف ريقي وليد قاعد ساكت. بس انا طبعا كل شويه بضرب عيني بشوف وليد وردود الافعال على الحوار القائم. فحسيت ان وليد ملوش دعوه بالحدوته دي. ده شغل وكيل. لا يعني طبعا. فقلت لهم اسمعوا بقى، انا هطلع من هنا مش هنام، هطلع النادي الاهلي، هخلص الشيكات، هخلص الاوراق، هكتب العقود. وانت يا وليد، انت ويا فلان الساعه 9:30 تكونوا عندي. حاضر يا كابتن، حاضر يا كابتن. 9:30 مفيش، 10 مفيش، 10 الراجل يتحرك بالشيكات رايح على نادي امبي عشان يجيب لي استغنى. اتصلت بالكابتن حسن. كابتن لحد دلوقتي ما جوش كده. قال لي انت شايف ايه؟ قلت له انا عايز اعمل مكالمه تليفون وبناء عليه واقول للمندوب بتاعنا ارجع. قال لي اعمل كده. طلبت مين؟ طلبت وليد. قلت له اسمع وليد، ما عنديش استعداد اتكلم في اي موضوع مع حد. الموضوع بقى بيني وبينك. عايز النادي الاهلي خلال نص ساعه الاقيك عند مكتبي، لان كابتن حسن رئيس النادي دلوقتي عارف ان انا اديت تعليمات الراجل. قلت له لف ارجع النادي الاهلي بالشيك. نص ساعه لقيته على مكتبي. تك ما قراش حاجه.
خالص. وانا بقى كلمت المندوب بتاعنا قلت له ما ترجعش انت تبقى اقرب حاجه النادي انبي بس ما تطلعش غير لما اكلمك واقول لك اطلع. اه مضاني وليد قلت له اطلع بقى سلم الشيك وهنيجي وراك على ما ايه الاستغناء تتكتب عشان الاجراءات بقى والتصوير والكلام ده وبتاع. هو ده وليد سليمان وهو ده النادي الاهلي وهو ده النموذج. وعلى فكره وليد امبارح رفض رفض قاطع انه يكلم عن صاحبه وزميله عبد الله السعيد ورفض حتى طرح مقارنه، لكن اعتقد الكلام كان بيفسر نفسه ملوش دعوه بغيره. يعني هو بيقول انا بعمل كده بالظبط والنبي ما نحمله اي. خلينا كيف تكون لاعبا ناجحا كن وليد سليمان بس. حلوه دي الخلاصه. طيب احنا برضو علشان نديكم فرصه لان احنا بنلام منكم كتير على ما بنديش فرصه للمكالمات، لكن على 3-8-3-5-6-5-2 وعلى 0-10-900-9-6-5-9-8 بنستقبل بعض التليفونات حضراتكم سريعا قبل ما نطلع للفاصل. معانا محمد من بني سويف. الو اتفضل. الو الو ازيك يا ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ محمد. محمد الناصري معاك. اهلا بيك اهلا بيك يا حاج محمد. سلمني على الباشمهندس المؤرخ والموثق الكبير. ايوه ايوه الله يبارك في حضرتك. محمد الناصري مع حضرتك. ازيك يا محمد؟ طبعا ازيك. وحشني والله يا باشمهندس انت والاستاذ ابراهيم. ربنا يخليك. وحلقه وليد سليمان امبارح يعني مش هبالغ لو قلت لك اني دمعت. بمنتهى الامانه. هو كان بيتكلم بصدق وببساطه وبعمق. لان ما هو الصدق الكلام الصادق بيطلع من القلب. صحيح. هو طلع كلامه من القلب. صحيح. وليد سعيد وليد سعيد وليد سليمان سعيد عبيد. ماشي؟ انسان يستحق انه يكون في الاهلي. انسان صحيح. كانه مولود ومراد ورادع لبن الاهلي. ولا هقول لك حاجه بقى. اتفضل. وليد سليمان يعني سئل في الاخر عايز تكون ايه يعني؟ اولا هو في سياق الحديث قال لهم يا ريت افضل في الاهلي. في اشاره الى انه يعني يستمر في كارير في العمل. فابراهيم بيقول له دايما يا باشمهندس بنقول اللاعب الاهلي مش بالضروره يكون موهبه بس. ده موهبه. ما انا مش عايزك بقى عشان مسألة كأنه مولود في الأهلي، لا هو وليد سليمان ولد في الأهلي. ولد في الأهلي فعلا حقيقي. لا ولد ليكون في مفهوم الأهلي. لا والفارق كبير جدا، قد تولد في الأهلي وأنت مش شايف الأهلي. صحيح. هو شاف الأهلي. لحظة يا محمد. لأن ده فارق جوهري. شوية هو شايف الأهلي. هو عايش الأهلي قبل أن يأتي إلى النادي الأهلي. فهو مش اللي عجبني في حواره ازاي يطبق اللي اتعلمه في الاهلي في حياته الشخصيه بس كده. يعني ده راجل عايش جوه الاهلي. تخيل واحد زي حالاتي. انا راجل ما عشتش في الاهلي يعني سنوات مع. طب انت اسمع بس. ده انت عملت اكتر من اللي عمله وليد. انت عشان اسمع. انت عملت ايه عشان بتحب الاهلي؟ هتقول ولا اقول انا؟ اشتغلت سايس عشان بحب الاهلي. اشتغلت في الكافتيريا. الفكره كل عشان تشوف الاهلي وتفضل شايف الناس بتوع الاهلي. الراجل اللي بيأرخ وبيكتب ويعمل جه يشتغل سايس على بوابه الاهلي. عشان يشوف الكابتن صالح ويشوف الاهلاويه وبعدين عايز يخش الاهلي بقى راح داخل مشتغل جرسون. في النادي الاهلي. ربنا يديك الصحه يا حاج محمد. الفتره دي اثرت في حياتي انا الشخصيه. ازاي ادير بيتي ادير ولادي بمنتهى الامانه. الكلمه واحده الصدق. مفيش كذب. صحيح. مفيش نفاق. صحيح. مفيش رياء. المبدا الراي الواحد. معلومه بقى عن وليد سليمان. ايوه. هو فاز مع اهلي جده السعودي ببطوله كاس الخليج. دي حاجه عندي كده قريبه اللي مطلع السي في بتاعه قدامي. بس مش كامل يعني. امتى هتكمله عشان ادوله هديه بقى؟ قال لي ما هو طبعا ده انا هصوره واديهوله والله بس خلصه. هو على فكره مش باقي فيه غير السنه دي بس 17 18 بس انا عايزه يطول ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا حاج. سعيد جدا سعيد جدا بامثال وليد سليمان.
شكرا يا حاج محمد. شاكرين يا حاج محمد. بص يا حاج محمد ده كمان ظاهره حدوته. اشتغل ساي اشتغل كرسول ورجل ايه موسوعي بيكتب وبيعمل. عمر من هنا يا استاذ عمر. وعليكم. وعليكم السلام ابراهيم. اهلا بيك حضرتك. سلمنا على الاستاذ عدلي. اهلا بيك يا استاذ عمر. اهلا اهلا. انا هتكلم في كام نقطه كده بسرعه شويه. اتفضل. الكابتن ابراهيم فاي لما اتكلم عن الكابتن سيد عبد الحميد احنا ما شفناش اي رد فعل او اي حاجه. احنا لينا المتحدث الرسمي بتاعنا بيتكلم معاه، الكابتن حسام البدري بيتكلم معاه، وفي الاخر لينا الكابتن وليد سليمان طالع مع حمار. يعني بس عشان ابراهيم فايق في نفس اليوم او تاني يوم كلم المسؤولين في النادي وتم احتوائنا بس وتم احتواء يعني المشكله إيه في وقتها. طار طار اللي انتوا عايزينه ده اتكلم وما لقيناش حاجه ولقينا حاجه والراجل اعتذر واحتوى الموضوع. وكابتن سيد من فضلك بلاش شغل بقى انكم تبقوا ملكيين اكتر من الملك، وبلاش والنبي التنظير على الاهلي بمبادئه، لان كفايه سيبوا لغيركم يعمل الكلام ده. كفايه تنظير على الاهلي بمبادئه بقى. لا حصل مليون حاجه والراجل اعتذر والكابتن سيد قبل اعتذاره. كل حاجه بتحصل بتعلن وخلص يعني. الموضوع انما هنقعد كل نعيش الطار البايت ده وبعدين والدنيا تمشي ازاي؟ لو ما اعتذرش ما كانش حد هيتعاون معاه طبعا. لكن اعتذر الراجل وصاحب الشأن قبل. واحنا اعلنا ده يوميها هنا في ملك وكتابه يا استاذ عمر. هو ايه راح فين؟ القناه الاهلي يعني انت هتشوف بتذيع قناه ماتشات الاهلي كلها باستوديو تحليلي للاهلي. عايز الماتشات يعني على قناه الاهلي؟ هو الاستاذ عمر لسه معانا؟ لا بص مع حضرتك هي كده يا استاذ عمر اتكلم في دي. بص الماتشات الماتشات كان متعاقد عليها من قبل الموسم ما يبدا، فنامل ان شاء الله في العقد الجديد يتم مراعاه ده باذن الله. طب عايزين برنامج يجيب لنا اخبار الكوره مثلا، الكابتن شوبير موجود، الكابتن اسلام الشاطر، اي حد من ابناء الاهلي بيجيب لنا حتى الاخبار بتاعه النادي الاهلي، بدل ما انا اخش على موقع ثاني او برنامج ثاني عشان اعرف الاخبار ايه. ما انت يوميا برامج القناه بتغطي ده، وان شاء الله في الخريطه الجديده يكون كل ده موجود. برنامج القناه يا فندم ما فيش غير ملك وكتابه وبرنامج المستاذ ربيع ياسين بس اللي انا بتفرج عليهم اللي هم. لا لا في برنامج خبري برضو. في برامج ثانيه زميله وفي نشره يوميه يا استاذ عمر. شوف يا استاذ عمر باذن الله القناه هتبقى عند حسن الظن، ادوها شويه وقت. ان شاء الله. استاذ عمر كفايه الصعيد كده. احمد من الدقهليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ احمد. تحيه حضرتك يا كابتن عادلي. انا اول مره اكلمك في قناه الاهلي، بس كان لي الشرف ان انا كلمتك الاسبوع اللي فات على تليفونك الشخصي. وعندما تستمع الى الكابتن عادلي القيعي كانك ترى الاهلي. ايه الكلام الكبير ده انت كمان؟ تمام تمام عندك حق طبعا، اتفضل. لا بجد يا كابتن عادلي، انا ليا بس يعني طلب شخصي، طلب ده مش شخصي من حضرتك، لا انا ليا طلب من حبيبي كابتن بيبو كابتن محمود الخطيب، ربنا يقومه بالسلامه يا رب ويرجعه بالف سلامه يا رب. بقول له يا كابتن خطيب انا بتمنى منك وبرجو منك رجاء ان انا اشوف النادي الاهلي في محافظتي اللي هي محافظة الدقهلية اللي هي محافظتك. بمعنى دلوقتي النادي الأهلي اتأسس سنة 1907، يعني خلاص بقى نادي عالمي واسمه دلوقتي في وسط الكبار، بطولاته هي اللي بتقول كده. طيب أنا مش من حقي أنا هنا كمواطن في الدقهلية إن أنا أشوف مقر للنادي الأهلي في مدينة المنصورة يمثل النادي الأهلي اللي هو أعرق نادي في الوجود في الشرق الاوسط وفي العالم كله. فانا برجو لنادي الاهلي، برجو من حضراتكم عايز فرع للنادي الاهلي في الدقهليه. ده مطروح 20 محافظه. بص ده مطروح يا احمد، ده مطروح في اجنده المجلس في مشروعات طموحه كتيره، بس احنا دلوقتي فيها اولويات. لكن ده باذن الله خروج الاهلي للاقاليم ده مطروح باذن الله. طيب النقطه الثانيه اتفضل. انا برجو منكم برضو ان انتوا تنفذوا مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي في ان هو عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصه. ايوه انا واحد من الناس امنيه حياتي نفسي ادخل النادي الاهلي، نفسي اشوف لعيبه الاهلي، نفسي اشوف رئيس الاهلي، كان كده خلاص يعني طلبت كل حاجه، كان كده خلاص اخدت كل حاجه انا عايزها. بص تابع مجله الاهلي في العدد نهايه الشهر ان شاء الله، عدد الوثائقي هتلاقي فيه فرص متاحه لده باذن الله. يفهم من هذا ان حضرتك من ذوي الاحتياجات؟ بالظبط يا كابتن عادل. طب سيب تليفونك في الكنترول لو سمحت. طبعا. ان شاء الله. شكرا يا استاذ احمد.
استاذ ابراهيم من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ عادل؟ اهلا بيك يا عبيد. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. الحقيقه والله انا اصلا بتكلم عشان بس على حضرتك بس وفي حاجه مهمه قوي بقول للجمهور الاهلي على السوشيال ميديا ما تخافش على الاهلي خالص، طول ما في ناس زي حضراتكم ما تخافش عليه، سواء اتغيرت الاداره، جت اداره جديده، فرقه الاهلي مكمله، واحنا ملناش مطلب غير المكسب بس. يجي يمشي لعيب، يجي لعيب، ياما لعيبه مشيت من النادي الاهلي وجت لعيبه ثاني برضه هو الاهلي. يعني هو الحقيقه هو ده لب الموضوع. انا حق الجمهور على الاهلي انه الاهلي يشرفه. صدقني حضرتك انا دلوقتي بقعد بتفرج على الماتش، انا ما يهمنيش مين اللي يلعب، مين اللي يروح، مين اللي يجي، المهم اللي يحط المدير الفني هو ده اللي يكون يكسبني وبس. بس هي دي الثقافه. وما فيش مدير فني يحط لاعب خالص يعني يبوظ له الماتش اصلا. بالظبط. الباقي كله بعد كده بيبقى زي ما يقولوا كده فلفل وشط بس عشان الناس تسمع جرايد او تسمع اخبار او اي بهارات يعني. عدي ايوه، انما المهم عندي ان الاهلي يكسب وبس. تمام يا استاذ ابراهيم، شكرا. وبعدين انا ليا عتاب على الاستاذ ابراهيم. اتفضل. كان وعدني بزياره وقال لي سيب رقم تليفونك وما حدش سال فيها لحد دلوقتي. لا طب حاضر، زياره النادي مش كده؟ ايوه. عايز اقول حاجه يعني علشان برضو في الحاح، احنا كمجله هناخد على عاتقنا توفير اكتر فرصه. المره دي الاهلي بيحتفل ب 111 سنه 111 سنه على نشاته، هيبقى في مسابقه بسيطه في 111 فايز هيجوا يزوروا النادي الاهلي، فان شاء الله تكون واحد منهم. على فكره يا استاذ ابراهيم، احنا مش بنطلب ان احنا زياره او انسس، احنا عايزين نساعد النادي الاهلي واحنا كمان نتشرف بزياره النادي. تمام، ما انا بقول لك عشان كده ليه ما تبقاش البطولات دي كلها والكؤوس اللي نفسنا نتصور جنبيها تبقى في معرض في مكان نقدر الكل يقدر يشوفه والكل يقدر يزوره. ده المتحف، ده المتحف ان شاء الله يتعمل باذن الله. ده المتحف يتعمل باذن الله. ربنا يسر. شكرا يا استاذ ابراهيم. استاذ يسري من القاهره. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. اهلا بك يا استاذ يسري. مساء الخير يا باشمهندس عادل. اهلا يا حبيبي، مساء النور يا فندم. مساء الخير يا فندم. اولا الف سلامه لكابتن مصر محبوب الملايين. واقول معلومه بس صغيره على كابتن الخطيب، كان في كتاب عامله كابتن احمد عتبه. كان في مدرب اسمه تومسون بيدرب الاسماعيلي. ايوه. قال انا كنت اتمنى ان يكون عندي لعيب زي الخطيب. وهذا اللاعب لو كان احترف في سن مبكر كان العالم كله هيتكلم على الخطيب وبليه. دي معلومه. صحيح. على فكره هي معلومه مؤكده، لان مستر تومسون كاد ان يحصل على الخطيب. واحنا بنتكلم معاه كان هو حريص جدا انه عايزه في الاسماعيلي، لكن عندما خير الكابتن الخطيب في الاخر اختار النادي الاهلي. الحمد لله انه عمل كده كمان. تمام. برضه بمناسبه الاسماعيلي، يعني اما يجي برضه واحد زي كابتن طارق يحيى يقول الاهلي جاب 11 لاعب او 13 لاعب من الاسماعيلي واللعيبه دي جابت بطولات الاهلي، لا ما فيش لعيب بيجيب بطولات الاهلي. الاهلي هو اللي بيضيف للعيب اللي بيجيله. ثم هل اللعيبه اللي جت دي كلها اولاد الاسماعيليه؟ خلاص اصل اتكلمنا على فكره. شوف يا استاذ يسري، ببساطه شديده جدا. يعني على مدار السنين اللي الاهلي خد فيها لعيبه من الاسماعيلي، الاسماعيلي خد لعيبه من الاهلي، وربما اللي راحوا للاسماعيلي من ولاد الاهلي اكتر، وربما اللي راحوا للاسماعيلي من ولاد الناشئين في مدرسه الكره في النادي الاهلي معظمهم. ولكن هو ده الاحتراف، ما هو الزمالك خد من كل الانديه، والزمالك لغايه النهارده اكتر نادي عنده لعيبه من كل الانديه بما فيهم الاسماعيلي. وبعدين برضه نرجع نقول، ما هو انت مش معقول يعني اللعيب يتباع يروح نادي داخل او خارج مصر وانا لما اخده يبقى اسمي خدت لعيب الاسماعيلي ويقعد يقول لك فرغته، هو اصلا كانش موجود في الاسماعيلي. بالظبط. اسماعيلي باعه لا عماد النحاس ولا اسلام الشاطر ولا محمد بركات ولا احمد فتحي ولا احمد فتحي ولا احمد حسن، كل دول الاسماعيلي باعهم وقضوا تجارب احترافيه بره.
ومش ولاد الاسماعيليه يا باشمهندس بصرف النظر حتى لو ولاد الاسماعيليه يعني افرض ان هم على اساس انهم تعلقوا في الاسماعيليه هو نفس المنطق نفس المنطق لو تقول خد عصام الحضري خد احمد سمير فرج خد محمد فضل خد هاني سعيد خد لعيبه كتيره جدا احمد سامي خد احمد سامي شادي محمد يعني هتلاقي عدد كتير لغايه دلوقتي هو ما هو لغايه دلوقتي كريم بامبو ما بيلعب عباس وكريم بامبو من ابرز اللعيبه اللي عندهم يعني هو وعايز اقول حاجه يعني خلاص بقى اتكلمنا في دي كتير اللعيب خد البطولات لو هم اللي يا باشمهندس ان بيقول ان اللعيبه دي جابت بطولات للاهلي هو انا عايز اقول لك على حاجه يا سوسو دايما وابدا الغرض مرض والغرض في الحته دي ضرب فتيل دايما بين الاهلي والاسماعيلي باستمرار يعني برضو نقطه اخيره بس يا باشمهندس نقطه اخيره بالنسبه برضو الحته اللي كابتن خالد مش عايز يبطل حته نادي القرن انا هطلب منه طلب صغير اتصل بدكتور كمال درويش وقول له يا دكتور كمال درويش 94 هل انت كنت على علم بالطريقه اللي هيطبق بيها الحصول على نقط في البطوله ولا ما كنتش على علم اول واحد كان على علم بالتطبيق ده دكتور كمال درويش ده جه وبارك للاهلي يا سيدي ده بارك للاهلي بشكل رسمي تمام يا باشمهندس واقر بالكلام ده فياريت بقول لك يا استاذ يسري والنبي موضوع يعني غنوه نادي القرن يعني حدوته ممله والناس مش لاقي حاجه وبقت عامله ما احنا سميناها ايه انا عتريس انا عتريس واخد بالك تمام اشكرك يا استاذ ابراهيم وشكرا يا باشمهندس علي شكرا يا استاذ يسري ابراهيم من اسكندريه استاذ ابراهيم السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا استاذ ابراهيم اهلا بيك يا استاذ ابراهيم حضرتك حضرتك والمشغول ان شاء الله وكل سنه وانت طيب بنزل شهر شعبان وانت طيب وانت طيب يا سيدي بالصحه والسلامه الله يخليك يا فندم اول حاجه مبروك على النجم الرابع يا كابتن مبروك والحمد لله ربنا كرمنا فيها بارقام قياسيه وربنا يكملها خير ان شاء الله ان شاء الله يا رب نكسب الكام ماتش اللي جايين هنعمل رقم ما حدش عارف يجيبه بعد كده باذن الله باذن الله يا كابتن هنوصل هنكسر حاجه 90 ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله بس اول نقطه الكابتن اسلام محارب يعني نتمنى نشوفه بساحي وان شاء الله يقوم بالمركز بتاع الكابتن عبد الله السعيد على اكمل وجه ان شاء الله بقول لك ايه اتفرج بس وسيب الكوتش يشتغل ماشي احنا بس ده مش يعني هي وجهه نظر هنحترمها هي وجهه نظر لكن في مدرب اسمه حسام البدري الراجل حضرتك احنا مش بنتعدى عليه بس احنا دي وجهه نظر الكابتن اسلام محارب يعني ما شاء الله بينزل بيغير كتير وليه مفعول في الملعب الحمد لله الحمد لله ان شاء الله تمام بس يا كابتن شكرا لحضرتك شكرا وزي النهارده ما حصلش حاجه ولا ايه؟ زي النهارده؟ ها؟ ايه اللي حصل؟ معرفش قول لي ما كسبناش حد ولا ايه؟ هو في يوم مش متعود منك على كده في زي النهارده ما كانش هو الاهلي جلى النهارده ولا ايه؟ طيب زي بلاش زي النهارده زي بكره زي بكره او زي بعضه 20 ابريل 1928 الاهلي فاز على المختلط 1-0 بجون مختار التتش دي المباراه التاريخيه دي مباراة اللي هنيجي على قصتها عندما يحين الحجازي ماشي ومختار التتش يسد زي النهارده او زي بكره 1962 الاهلي بيفوز على الزمالك برضه يعني تقول مختلط تقول زمالك تلاقي الاهلي بيكسب 3-0 ده كان في الدوري ودي مباراة تاريخية مباراة ريع والسايس وعلوي مطر سجل الاهداف محمود السايس والكابتن طارق سليم والكابتن رفعت الفناجيلي عليهم رحمة الله يقول لك الثلاثي الناشئ ده ريعو كان زميلي في كلية الزراعة ولعب المباراة دي وعلو مطر الحقيقة والسايس عملوا ماتش رائع جدا لكن فريعو يقول لي ايه كابتن رفعت قال لي حديك الكورة عايز تلعب كويس والناس تهتف لك حديك الكورة ترجعها لي هتعمل ماتش ظبط هو كان استاذ ظبط ملعب هو المهندس الفناجيلي افرح يا اهلي لانه اللي بيحصل يدعو للفرحه بعد الفاصل
اهلا بحضراتكم من جديد من دجلة الى بتروجيت. افرح يا اهلي، افرح يا اهلي، لانه الحقيقة مش بس القيمة في البطولة، بس وصول فريق انه يكون اخد 40 دوري في تاريخ البطولة. على فكرة ده انجاز اللي عمله على مستوى العالم طوال تاريخ الكرة تقريبا 8 اندية منهم الاهلي. بنسبة مئوية هنلاقي الاهلي اعظم هؤلاء الثمانية، لانه عدد مرات البطولة وعدد سنواتها فريق ياخدها 40 مرة، هنلاقي النسبة المئوية للأهلي هي الأعلى على مستوى أو على طوال تاريخ الكورة. ومع هذا، بعد كل هذا الإنجاز الكبير، فريق عنده هذا النهم الشديد لتحقيق المكسب والانتصارات، فريق مازال محتفظ بقوة وروح البطولة، فريق عنده من الدوافع ما يكفي أنه ينافس أرقامه القياسية الشخصية كل مباراة. يا سلام، هرجع تاني، ما انا اصل وليد كيفني امبارح وهو بيرد على الحته دي بيقول له ايه الحرص الشديد ده على تحقيق البطولات. قال لي شوف، احنا لو تشوفنا واحنا متعادلين ماتش سموحه طول الدوري ضاع. قال له كلنا زعلانين جدا زي ما الماتش ده، وعمالين مش قادرين نسامح نفسنا. قال والكابتن حسام البدري ده، ابراهيم فايق بيقول له كده، قال له كلنا عايشين هذا الحلم. الاهلي يا استاذ ابراهيم ما عندوش حل غير انه يكسب يكسب يكسب، ولما ما بيكسبش بيبقى احنا دي حالتنا. لان الحقيقه شوف بقى الفكر، لو تعودنا على ان احنا نقبل بغير المكسب ما عدناش نكسب. بالظبط بالظبط. ولذلك نفسك. ولذلك كان وائل جمعه وبركات وابو تريكه وجوسيه وكل لما يحصل ما نكسبش ماتش يقولوا لهم الماتش الجاي ده اهم ماتش في مسيرتكم. طبعا انك تستعيد نفسك بسرعه، ولازم تكسب الماتش الجاي تحديدا بعد الهزيمه لازم تكسبه. فقال لك خلاص اتعودنا على دي. ودي بننقلها زي ما خدناها من اللي قبلينا، لازم ننقلها للي ورانا. نسلمها للي ورانا، صحيح. طيب. القيمة اللي زي ده، القيمة اللي زي ده، أرجو ألا يعمل بالعمل، لأن كان بيغريه. إبراهيم فايق بيقول له ما تيجي معايا، أنت راجل دماغك مرتبة بعد ما تبطل وعمل إعلام وبتاع، فضحك وليد. إنما أنا أرى أن وليد لا ينبغي أن يغادر النادي الأهلي وأرشحه للعمل الفني تحديدا. ده لو بقى مدرب، خد من تحت ايده لعيبه بشخصيه بخلق بانتماء. وليد سكنك سلمي. سكنك هذا الوليد، فكره مش محتاج اتكلم معاه. ايوه انا عارف ان هو خلاص هيقول اللي احسن من اللي انا هقوله، هينقل بتجربه عمليه احسن من اللي انا هقوله. انا ببص له انه نموذج، مش وليد يعني مش واخده كوليد سليمان، أنا واخده هو ده النموذج اللي بدور عليه. إنه أنقل عنه الحالة التي ينبغي أن يكون عليها لاعب النادي الأهلي، اللي تحب تلاقي لعيب الأهلي عليها. وأنا أعتقد ممكن لو تكلم حسام عاشور هتجده على يديلك نفس المفاجأة السعيدة، وكلهم الحقيقة لعبتنا الكبار المحترمين. عشان كده كلام وليد يا جماعة، أنا قلت لكم في الجزء الأولاني رد بعظمة لسانه عن كل العناوين والمنشطات اللي أنتوا سمعتوها وقريتوها الفترة اللي فاتت على المواقع، ان في فتنه في الاهلي، تمرد وفي تمرد ويزاد باسمه تحديدا، واللعيبه ويتقال اول واحد فيهم وليد سليمان طالبين يتجاوب عبد الله السعيد. انت عارف انه ساله ابراهيم فايق، بقول لك كان ضاغط عليه بمهنيه مفخخه قال له انت ما زعلتش ان انت استعجلت ومضيت وشفت بعد كده عبد الله السعيد نتيجه؟ قال له انا جالي اللي يرضيني، انا ماليش دعوه غيري. انا خدت اللي يرضيني، ولو جالي اكتر من كده يبقى فضل من ربنا. وبعدين هم ما سبناش نتكلم. كابتن سيد جه ورضانا بمبالغ لم نطلبها. طب تزعل ازاي من النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم؟ يعني ردود محترمه صحيح، بدون مبالغه بدون ادعاء. طيب مباراه الاسبوع ال 32 الاهلي فاز على وادي دجله 1-0، والمقاولين اتعادل مع الزمالك 0-0، الاسماعيلي فاز على المقصه 2-1، والاسيوطي
حول الحياة علي ماهر عمل مباراة كبيرة، كان متأخر من قدام بتروجيت 2-0، تمكن الأسيوطي من تعديل النتيجة والفوز كمان 3-2. النصر كسب الرجاء 3-1، والداخلية كسب طنطا 2-0، والإنتاج تعادل مع سموحة 0-0، ودي كانت نتيجة أيضا الاتحاد والجيش. وطبعا اتأجلت مباراة المصري وإنبي بسبب مشاركة المصري في الكونفدرالية الأفريقية، وامبارح تخطى منانا الجابوني ودخل دوري المجموعات في الكونفدرالية. كل الصحف تحدثت عن فوز الأهلي على وادي دجلة، هنقول لكم بعض العناوين. الأخبار: الأهلي يعبر الوادي بهدف أزارو، البطل يسيطر معظم الأوقات ومحاولات دجلوية بلا إيجابية. مين اللي حاطط العنوان ده؟ لا مش أنا. الأهرام بس عنوان كويس، يسقط ماله فيسجل أزارو ويفوز الأهلي على وادي دجلة. الأخبار المسائي: الأهلي وأزارو يحطمان الأرقام، بطل الدوري يفوز على دجلة، والمغربي يكسر أرقام فلافيو وأوتاكا. الأهرام المسائي: الأهلي يطارد الأرقام القياسية، فاز على دجلة ليكمل الانتصار على 17 فريقا في موسم 5 نقاط تفصله على كل فرق المسابقة، و5 نقاط تفصله عن الزمالك، وأزارو يكتب التاريخ. والمساء قالت: الأهلي بطل النهاية، هزم دجلة بهدف أزارو ودفعه لحافة الهاوية. إيه حكاية الأرقام القياسية بقى؟ ما هو برضو أرجع تاني للحوار. أنت بتتحدى دلوقتي خلق الدوافع. يعني انت ممكن تيجي تقول لي بقى خلاص بقى احنا الماتشات خلصت، نبتدي نجرب ونبتدي نعمل ونهدي اللعب شويه وندي اجازات ونعمل مش عارف ايه، وده فيها منطق على فكره، مش كانتش هتبقى غلط. لكن تبص تلاقي نفسك تخلق لنفسك تحدي جديد ودوافع جديده، ان عندك ارقام وعندك تاريخ انت يتكتب لجيلك. ايوه ها ايوه. وبعدين لما تبص تلاقي كابتن وليد سليمان مع ابراهيم فايق بيقول الكلام ده، و الكابتن حسام البدري مع كابتن شوبير بيقول الكلام ده. يعني الجميع تحدث نغمة واحدة، ثقافة واحدة. ولذلك اللعيب اللي ما عندوش هذه الثقافة صعب يعيش في الأهلي، يتضايق يتخنق. صحيح. مجلة الأهلي أبرزت العملية الجراحية التي أجريت للكابتن محمود الخطيب في ألمانيا في صدر الصفحة الأولى: جراحة ناجحة للخطيب بألمانيا، سلامتك يا بيبو. والإشارة إلى الرقم القياسي اللي وصل له الأهلي بالفوز على كل منافسيه في المسابقة: الأهلي يهزم الجميع ودجلة آخر الضحايا، رقم قياسي لبطل الدوري واحتفالية الدرع الأحد. وإشارة إلى أضبط يد خبيثة تعبث في التحكيم الأفريقي، دي إشارة إلى تعيين طاقم حكام سنغالي لمباراة الأهلي والترجي، هو نفسه اللي كان طاقم حكام مباراة الأهلي والترجي 2-2 اللي أثارت جدلا واسعا حول مستوى التحكيم فيها. وأيضا صدر الصفحة الأولى عن بطولة أفريقيا لكرة اليد، وكيف أن نادي الأهلي تواصل حملتها للسيطرة على القارة السمراء. الأرقام القياسية في فوز الأهلي على دجلة يا باشمهندس: الأهلي عادل الرقم القياسي في عدد الانتصارات لأي فريق في موسم واحد، وما من رقم قياسي في الدوري إلا والأهلي صاحبه ويكسره. الأهلي عنده 26 فوز في موسم 74-75. بصوا المفارقة 74-75، كابتن محمود الخطيب وقتها رأس حربة الأهلي يقود هجوم الفريق. 2017-2018 محمود الخطيب رئيس للنادي يقود مجلس الإدارة. بين هذا وذاك رقم قياسي كبير قوامه 26 فوز في موسم واحد. هو أنا ممكن أطلب طلب؟ أتفضل. أنا مش عايز الأرقام الصماء، أنا عايز نسب. لأن هو الأهلي عمل 26 فوز من كام مباراة في 74-75؟ هو 74-75 كان فيه كام فرقة في الدوري؟ مؤكد إنه ما كانوش 14 فرقة. آه طيب، مؤكد كمان موسم 14-15 كان فيه كام فرقه؟
14 15 كان تقريبا نفس الرقم. لا 14 15 ازاي؟ اه ده اللي كان ده كان 20 فريق 20 فريق يا 20 20 فريق اه كان 38 اسبوع. فانت لما تيجي تحقق نفس من كم مباراه لازم النسب والتناسب. واللي يقول لك انا هداف الدوري من كم مباراه، النسب يا جماعه اهم. او نجيب الرقمين كذا بنسبه كذا. الرقم القياسي الثاني الاهلي عادل بيه عدد الاهداف لفريق في موسم واحد، سجل 70 هدف في موسم 74 75. الاهلي محتاج جون واحد فقط عشان يعادل الرقم القياسي المسجل باسم النادي الترسانه، وهو 71 هدف اللي الترسانه عمله في موسم 63 64. والشيء بالشيء يذكر، بكره الذكرى السنويه لرحيل الكابتن حسن الشاذلي الهداف التاريخي للدوري المصري ولنادي الترسانه عليه رحمه الله. انا متاكد ان كل جماهير الكوره او معظمها امبارح زعل لعدم عوده الترسانه للدوري الممتاز. طبعا الناس كلها كانت بتتمنى الشواكيش يرجعوا للدوري تاني، كانت عندهم فرصه ولا اسهل من كده. مش يعني لا نغمض حق نجوم المستقبل طبعا، ولا نستخسر فيهم الفرحه. صحيح. لكن انت متصدر من اول المسابقه، كيف تفرط وانت بتلعب في مصر على ارضك في هذه الفرصه؟ بينما نجوم المستقبل بيلعب بره ارضه صحيح، ويستطيع ان يحقق الفوز. وفريق حديث في مواجهه فريق عريق له صولات وجولات في تاريخ وجمهور ياشبين يطرد منه لاعب في بدايه المباراه، يعني كل الفرص بتسهل مهمه الشواكيش. لكن على فكره هو ده المشكله، انه المباراه كانت سهله. بدت سهله. هي دي المشكله. الرقم القياسي الثالث، الاهلي وصل للنقطه 82، بقى بيبعد 5 نقاط فقط عن معادله الرقم القياسي وهو 87 نقطه لفريق في موسم واحد، وده مسجل للزمالك في موسم 2014 2015. لكن قلنا انه الزمالك سجله في 38 اسبوع، كان الدوري 20 فريق. هذه المره الاهلي وصل للنقطه 87، تفصيله 5 نقاط فقط عن معادله رقم الزمالك. الاهلي عنده 9 نقاط متاحه في 3 مباريات، لو حصل عليها جميعا هيوصل للنقطه 91 من 34 مباراه فقط، وده هيبقى رقم قياسي كبير جدا. وليد ازارو دخل التاريخ هو الاخر بهدفه رقم 18 بهذا الهدف. ده الهدف التاريخي لعدد هو الهداف التاريخي للاعيبه الاجانب في مصر، تخطى رقم فلافيو وتخطى رقم اوتاكا، كان كل منهم سجل 17 هدف. وليد جه طول غلب الكل. الراجل ده احسن حاجه فيه شخصيته. طب هو وقع ليه؟ فارق السرعه والقوه بتاعت الدبابه اللي بتجري وراه، وهو عايز يبذل مجهود مضاعف، وهو بيلف، يعني هو بيلف عايز يعمل سبرنت التوربيد. ما هو دي يعني احساسه بان وراه توربيد، يعني شوف عايز يعمل سبرنت ما قدرش. ايوه. الاهلي هزم كل فرق الدوري زي ما قلت لكم بعدد 26 فوز، فاز مرتين. فاز على الاسماعيلي رايح جاي، دي الاسماعيليه رايح جاي، فاز على الانتاج وعلى انبي وعلى المقاولين وعلى الاسيوطي وعلى الاتحاد وعلى الداخليه وعلى الرجاء وعلى النصر، كل دول رايح جاي. فاز على المصري وعلى سموحه وعلى المقصه وعلى طنطا وعلى الزمالك وعلى بتروجيت ووادي دجله والجيش، ويتبقى له مباراه واحده، وتتبقى له مباريات بتروجيت والزمالك والمصري. دوافع الاهلي الحية القوية كانت محل إشادة كثير من الخبراء والمحللين. نبدأ الجولة مع الكابتن حسن شحاتة في دي ام سي، كيف رأى المعلم فوز الأهلي؟ كابتن حسن، من وجهة نظر حضرتك قراءتك لهذا اللقاء، وزي ما قلنا الأهلي اكتفى بهدف وحيد حسم له 3 نقاط. هو اكتفى وما اكتفاش. يعني هو اكتفى بالهدف اللي جابه وليد ازارو، برضو زي ما حضرتك قلت غلطه دفاعيه شويه فظيعه شويه، لكن في هدفين كان لازم يجيبهم وليد ازارو، وممكن احنا نشوف رد الفعل بتاعه بعد ما ضاع واحده من احمد حمدي في الشوط الاول، واحده من اسلام محارب في الشوط الثاني. صحيح. ولازم الاثنين يلعبهم له بالعرض، دي واحده دي بتاعت احمد حمدي. مش بص
يعني معناها يعني لازم يلعب يعني يجب ان يكون في تعاون اكتر من بالضبط كده, يعني كده. احمد حمدي شاط في الجول الثانيه برضه كابتن احمد اسلام محارب صح يعني اسلام محارب برضه لازم يعملها عرضيه سهله جدا يحطها بدماغه سهله في الجول, لكن هو وليد ازارو بيحاول في اكتر من كوره بترجع من الحارس وبيعملها ويلعبها سمك اذا كان برجله او بيطير عليها ويلعبها بدماغه. وعلي لطفي الحارس بتاع وادي دجلة بتاع وادي دجلة هبص لازم يلعبها دي اسلام محارب لازم يلعبها لوليد ازار, فكان ممكن نسبه الاهداف تزيد, لكن يعني بنقول مش طمع, هنقول طمع بعض اللاعبين ان هم يحرزوا اهداف, ده اللي ضيع عليهم اكتر من فرصه النادي. مؤكد كان يستطيع النادي الاهلي ان يحقق مزيد من الاهداف وبسهوله, بس كويس ملحوظه بتاع طمع بعض اللعيبه, طمع دي هنا النقطه ما يعني ودي الخبرات هتجدها متركزه في لعيبه عايزه تثبت وجودها لسه فدي الخبرات مساله هتيجي بالوقت. ما ينفعش نشوف حسن شحاته من غير ما نشوف فاروق جعفر, نشوف الكابتن فاروق في دي ام سي عن فوز الاهلي. جامده من وادي دجله والنادي الاهلي, النادي الاهلي ادى 25 دقيقه في الشوط الاول بشكل جيد جدا, وخصوصا الخماسي بتاع نص الملعب وازار عملوا كره يعني كلهم النهارده كانوا الشوط ال 25 دقيقه اللي الاهلي جاب فيها الهدف ان كان موجودين في الملعب, بنتكلم على على عمرو السوليه, هشام محمد كان كويس جدا, ميدو جابر, وميدو جابر يمكن هو الحاجه الوحيده اللي عملها وحش ان هو استلم وما بصش لحارس المرمى, يعني في هدف انفراد او كره انفراد مش هدف فرصه ضاعت وهو منفرد بحارس المرمى, لو كان بص لحظه كان هيقدر ياخد قرار مع حارس المرمى, اصطدم بحارس المرمى. جونيور ادى النهارده مباراه كويسه جدا وصنع الهدف بشكل لعيب محترف, يعني يعني ايه مقله ودل يعني في الاداء بتاعه, لعيب كوره. وليد ازارو طبعا النهارده كان عايز يجيب اهداف وكان عنده فرصه اكتر محترف سجل وكان عنده فرصه ان هو يزود الاهداف, لكن هو كان مستعجل وهو كان الهدفه شوف السرعه هو سريع في السرعه سريع بصراحه وبيجري ورا الكوره مش ورا اللعيب, هو واخد اتجاه الكوره واللعيب عايز يجري وراه اللعيب طبعا مع المرونه بتاعت وليد والسرعه بتاعت وليد والباص بشكل جيد جدا النهارده الاهلي, والتوفيق كبير ان المدافع وقع واتشال يعني عايز اقول مش عايز اقول لك على حاجه, هو ما كانش لو مش كده اول ما الاهلي اول ما جه الاهلي لا لا طبعا عبد الجار دلوقتي هو في الانفرادات اتطور ما كانش كده, بس عايز اقول النهارده انا عارف المباراه انت صح يا سيدي ماشي مش مختلف معاك, مباراه تجريبيه رسميه للنادي الاهلي النهارده, جرب النهارده حوالي بتاع شفنا محمد الشريف النهارده حارس المرمى وعلي لطفي العالي وهاني لعب وصبر رحيل لعب وبعد فتره سعد سمير واحمد لعب. حمدي بدا احمد حمدي بدا ميدو جابر بدا النهارده وهشام محمد بدا النهارده كوكبه يعني جديده من اللعيبه. طب تعالى بقى دخل. طيب راي الكابتن فاروق بهذا الشكل, نشوف بقى رجل المباراه مين رجل هذه المباراه اللي فاز فيها الاهلي 1-0 فقط كما راته او رشحته دي ام سي. كابتن فاروق من وجهه نظرك مين رجل المباراه؟ ازارو قولا فصلا واحدا. كابتن زكريا وليد ازارو نفس الشيء فنيا و نفس الشيء كابتن حسن ويطلع رقميا كمان لا والروح اللي كان بيلعب بيها احنا برضو بنستناره في الكورتين طبعًا. اللي هم ما جلوش سواء من اسلام محارب او من احمد حمدي والله يا كابتن طالما ابراهيم بص طالما ابراهيم قاعد يبص لنا واحد واحد يبقى لا لا لا, لا 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 ازارو يا كابتن ازارو قولا واحدا اللي كمان مهم قوي يا ابراهيم الجول لما جه الكره ممكن لعيب تاني يكسل يروح صحيح بسرعه لا يعني لا وليد كان على القرار يا كابتن وليد قرار انه رايح ورا كرة من المدافع سابقه يا كابتن زكريا وليد من كتر اللعب ومن كتر الممارسه وقوه الحقيقه زود هو كان طول الوقت سريع من ساعه ما جه النادي الاهلي هو سريع وقوي طور بس الكواليتي طور هو رقميا صح زي ما قلنا هو رقميا صح وعلى فكره حارس مرمى دجله النهارده كان كويس جدا. طيب تعالى بقى نروح في النادي سبورت كده نشوف ماركو
مراد مع كابتن فتحي. نعمل فلاش باك على مباراة الأهلي وادي دجلة واللي انتهت بفوز الأهلي بهدف كوميدي عن طريق وليد أزارو. دي محتاجين نبص عليها دي. باتريك مالو وقع في توقيت وفي مكان غريب جدا. هدية لوليد أزارو. كابتن فتحي رأيك إيه فيه؟ هو طبعا يعني أنا شايف إن يمكن دي هدية لوليد أزارو. وهدية هدية جات له من باتريك مالو طبعا وقع. يعني هو طبعا الزحلق غصب عنه فانفراد لازم يبقى النهارده وليد أزارو النهارده لانه هو عنده يعني عنده نزعه التهديف وعنده نزعه ان هو ياخد هداف الدوري لان حتى في لقطات بعد كده كره عادل بالعرض وكانت تديها له هو تحط يسجل منها يطلع رصيده في الاهداف وتلاقيه حاسس كان بيغلي ومتنشن ومتضايق فوليد أزارو استغل فرصه زي كده سهله يجيب منها هدف لو تيجي بقى لقطات تانية هتلاقي اسلام محارب واحده بالعرض وعملها بعيد عنه واحده ميدو جابر وعملها بعيد عنه فكان في تحس ان هو عصبي شويه لانه عايز يسجل وعايز يوصل بنسبه تهديف يعني مفيش حد قريب منه قوي يا كابتن هو برده خلي بالك عايز يوصل بنسبه تهديف عاليه وادي دجله برده خلي بالك يعني بالرغم من الكابتن طارق يمكن برده حاول بقدر الامكان ولكن فرقه النادي الاهلي برده مضيعه فرص كتير فرص كتير طبعا. والاداء برضو خلي بالك ما كانش في كام كوره واحده لاحمد حمدي بصراحه ما تضيعش والاداء ما كانش اداء النادي الاهلي اللي احنا نعرفه لا مش هبقى. انت عندك تعليق على الوقعه بتاعت يا جماعه هاتوها الراجل ما تزحلقش انت لم انت كلنا اما تيجي تعمل اوفر باور اكتر من طاقه جسمك بتتكعبل بدليل هو بص اما تجيله بص هو عايز يلف ويعمل سبرنت وفي دبابه جايه وراه باستداره مره واحده لا شوف بقى لما وقع عمل ايه اتدحرج ووقف هو ما اتزحلقش هو العزم بتاع جسمه ما جابش الدبابه اللي جايه من جنبه ده ولو كانوا جريوا جنب بعض برضه كان هيسبقه يعني اهو كان هيجيبه عادل فوق الشوفات لف على ملم جسمه تاني هو حاسس يعني لو اي حد تاني ما كانش هيضطر انه يبذل كل هذا الجهد تغيير الاتجاه مره تغيير الاتجاه فلا هو وليد أزارو خلينا وعلى فكره الجون ده متكرر من عنده كعبل كم واحد كم صحيح التوربيد بقول لك طب ما نشوف بقى الكابتن ضياء السيد في نايل سبورت كمان شاف هذا الفوز ازاي حسم الدوري والاهلي مطمن والاهلي جميل وكل حاجه. هل التغيير في التشكيل النهارده مش هو ده التشكيل الاهلي متعودين عليه ممكن يكون اثر شويه على الاداء اثر شويه على المستوى؟ لا هو حتى في الفترات اللي كان بيعمل فيها حسام قبل ما يحسم الدوري تغييرات كانت بتبقى تغييرات طبعا اقل دائما كانت في الخط الامامي لكن الناس كلها كانت بتادي بشكل كويس يعني. فانا بشوف انه التغييرات دي طبيعيه جدا في ظل فرقه واخده البطوله وهتلعب كويس اي حد في القايمه بتاعه النادي الاهلي لازم يكون كويس والا يمشي من الليست وانا اعتقد ان هي بجانب انها الاهلي جد في التزاماته وجد انه يكسب فيها عمليات تقييم كبيره يعني لحاجات كتير في عمليات تقييم لحاجات كتيره بالنسبه لحسام والمفروض تتاخد ماتشات الدوري كده لانه ماتشات الكاس هتبقى بشكل مغاير وماتشين بتوع افريقيا هيبقى بشكل مغاير بس علي عمل ماتش حلو النهارده مين؟ علي لطفي علي كل الكور اللي جات له اتصرف فيها بشكل كويس جدا باستثناء كره واحده بس الشوط الثاني طلع وحش جدا لكن كل معظم الكور اللي جات له اتعامل معاها بشكل كبير النهارده كمان في تغيير ميدو جابر محتاجين نعلق عليها شويه لا يا ميدو جابر ضيع كورتين ورا بعض راح كابتن حسام راح سحبه على طول بعدها وده وارد احنا كنا مع بعض فاكر وارد حسام غير الثلاثه لو هو عقاب فوري وارد في يعني عمليه تفتيش الماتشات لم يقدم الاهلي في حين ان 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 لما تسمع ميدو وتسمع كابتن حسن وتسمع فاروق يقول لك رغم ان الاهلي مش عايز حاجه من المباراه شوف بيأدي ازاي وشوف النهم على انه يكسب واحد واثنين وثلاثه ويضيع فرص وبيتكلموا عن الفرص البسيطه اللي ضاعت اكنهم زعلانين عليها يعني زعلانين على ان اداء الاهلي يخلص 1-0 بس فما بالك كمان لو ليك ضربه جزاء تعالوا شوفوا كابتن جمال الغندور
نيجي بقى للحاله اللي بعديها ونشوف هنا ده الحارس المرمى لعب الكوره، المره دي ما لعبش الكوره، المره اللي لعب فيها الكوره اوكي قرار صحيح يستمر اللعب. طب المره اللي ما لعبش فيها الكوره اللاعب وقع، اللاعب ده وقع ليه؟ ببساطه يا اما هو رمى نفسه يا اما تعرض للعرقله. هنا الكوره اتلعبت تمام، براءه، حارس المرمى براءه لا يحاسب. طيب وهنا مين اللي لعب اهو؟ مين اللي لعب هنا؟ لاعب النادي الاهلي. طب حارس المرمى عمل ايه؟ اهو ادي ايده اهي، ادي العرقله. نفس المبدا اللي اتكلمنا عليه في نص الملعب في اي مكان، طالما حارس المرمى ما لعبش الكوره يبقى هنا حط نفسه او باع نفسه هو ونصيبه، حصل احتكاك مع اللاعب بيعاقب، ما حصلش احتكاك بنعاقب اللاعب لو اللاعب هو اللي عمل تحايل. لكن في جميع الاحوال كان لازم يكون في صفاره. تاني اشرحها، ادي لعبه، ادي الكره اتاخدت بالقدم اهي، خلاص براءه، ما فيش مخالفه هنا، هنا ما عرفش ياخد الكوره خدها المهاجم، يبقى هنا يتحاسب. اذا ركله جزاء واضحه لم تحتسب في هذه الحاله. هو طبعا الحكام معذورين لان ضربات الجزاء واضحه وهم جنبها، يحسبوها ازاي يعني؟ يعني يتقال ان هو شايف ضربه جزاء واضحه؟ لا سمح الله. ها؟ للاهلي؟ على فكره عايزين نعمل فقره زاويه في مثل هذا اليوم. ايوه. في كل مباراه الاهلي له ضربات جزاء لو تحتسب يا جماعه، مش معقوله. انتوا عايزين ايه من الدنيا؟ يا اخوانا مش كده. ما هو دي اخطاء فجه، لا تقول لي اخطاء، والحكم جنبها ويروح متضاير بقلطه كده وماشي، والحكم الخامس قاعد يهرش وعامل نفسه مش شايف او يشاور لحد. ايه اللي احنا فيه ده؟ دي بقت حاجة مملة الحقيقة يعني، كل ماتش نتكلم ونقول ادي ضربة وادي التانية، طب خلي ادي تحصل على الأهلي بقى. كنا ما خلصناش من استوديوهات التحليل. ها؟ صحيح. والأهلي يجامل رغم إن هو مش محتاج استوديوهات التمحيك مش التحليل، هتلاقي استوديوهات بقت كلها. إيه يا جماعة في إيه؟ وبعدين تيجي تقول لي يا حكم الأهلي والزمالك بتحكيم وطني وخليكم، وطني إيه؟ فين التحكيم الوطني ده؟ وطن حبيب الوطن. لما يبقى التحكيم على هذا المستوى في ماتش ما فيهوش مشاكل، ماتش ما فيهوش مشاكل، امال في الماتشات اللي فيها مشاكل تعملوا ايه يا جماعه؟ احنا مش عايزين لا نهاجم ولا نضايق يعني، انما الحاجات الواضحه كل ماتش احنا لو عملنا لكم شريط على ضربات الجزاء الواضحه اللي ما اتحسبتش الاهلي والغامضه اللي اتحسبت على النادي الاهلي، انتوا نفسكوا هتتضايقوا، والله الحكام هيتضايقوا. ما هو تاريخيا يا باشمهندس ده ثمن السكوت. انت ساكت وده الوضع الطبيعي ليك كرياضي انه خلاص. لكن انا مش احنا الحلقه اللي فاتت قارنا بين عدم احتساب الكابتن محمد حسام الله يرحمه هدف حسن شحاته وعدم احتساب الكابتن محمود عثمان هدف ربيع ياسين. بس يا ولد. بس يا ولد. والكابتن ربيع لغايه لما مات الكابتن محمود عثمان. الهدف ده ضيع دوري والهدف ده ضيع دوري. مقضيه بس يا ولد. وبعدين يجي يقول لك ايه؟ الاداء يعني 1-0 بس، 1-0 بس ايه بس؟ طب ادوا الاهلي حقه كده، شوفوا كان الارقام القياسيه اتكسرت امتى؟ طيب ونشوف كمان في نايل سبورت اهي ده نفس ال وده لاعب محمد درويش محمد شريف. ها؟ يعني يستحق ان هو كان يكافئ والناس تكتب عنه بسرعته وياخد حقه. اوكي. طيب هنشوف نايل سبورت كمان شافوا ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش ازاي. الفراد الثاني يعني ياسر، الفراد اللي في الشوط الثاني لما تعثر بالكوره جه سند بشماله وبعدين الكوره طولت. سهل قوي، سهل قوي. البنالتي قصدك؟ لا لا بعديها بنالتي مدنديه. لا فيها بنالتي ما اتحسبتش بعديها. ما اتحسبتش بتاع احمد لما حط الكوره زودها وحارس المرمى اعاقه، ولكن حكم اللقاء ما شافهاش. لا ما شافهاش. لا شافها وما حسبهاش. لا مش دي الشوط الثاني. دي بتاعت الشوط الاول. دي بتاعت الشوط الاول. واحده الانفراد الشوط الثاني. انفراد الشوط الثاني اللي احمد حمدي اعترض على الحكم. حمدي جاب. هي دي. هي دي. هي دي. السنده ما كانش ليها لازمه. بص. ودي ضربه جزاء ولا ايه؟ طبعا ضربه جزاء طبعا. وكل الانذارات فيها زاويه ثانيه اوضح يا ياسر. وكل الانذارات تطلع كمان. ما مش فاهم ازاي دي الحكم ما حسبهاش ضربه. هيعملها جول خلاص. طب ما اداش احمد حمدي ليه انذار؟ هو برضه هنا ده قوي. يعني بص خلاص بشمال وجول من الاول من غير ما يسند يعني خلاص. ده اهي دي بقى هنا هتبان قوي دي.
يعني عايز ايه تاني يعني؟ ضربه جزاء صح. انا مش فاهم ليه الفلسفه يعني، ما يعني وتقدير وتقديريه ساعات كده بتطلع حاجات فلسفه، بيبقى ماشي الحكم بشكل كويس جدا وحاجه بيبقى فيها عايز ياخد ما اعرفش. فرضنا ان هو ما شافهاش تفكيره لا ده قريب من الكوره يا سيدي، نفترض حسن النيه يا كابتن يدي الراجل انذار للسيميليشن لسه حالا. ما انا بقول كده، لو افترضنا في ده حسن النيه ان هو ما شافهاش، الحكم الخامس فين؟ اللاين مان اللي قدام. اظن اجماع، بس كمان يعني ارجو مبرر. اصل الاهلي خد الدوري واصل الاهلي مش محتاج حاجه من الماتش، الكلام ده ما ينفعش في الكوره. طب هو يديره ايه؟ ما ينفعش. طب ما تلغي الماتش بقى. يعني لو الاهلي خد الدوري فما عادش باكي على حاجه، يعني الجون ده مبرر؟ لا اقول لك حاجه، ضربه الجزاء دي قد يحرز منها هدف. ايوه. مش بتعمل لك رقم طبعا وتاريخ طبعا. انا عايز اعرف انت ايه اللي ايه. طب انا والله نفسي بس طب يريحني ويقول لي ما حصلش. ايه اللي كان في باله؟ ما تقوليش ما شفتهاش. ده ما فيش مخلوق بينك وبينها. صحيح. الموضوع اللي جاي او السؤال اللي جاي اللي ساله الزميل ابراهيم فايق للكابتن زكريا ناصف بقى عامل زي سؤال امال فهمي الله يرحمها على الناصف. تحب تسمع ايه؟ بقى سؤال الفترة اللي فاتت، مين يعوض غياب عبد الله السعيد؟ مين يعوض غياب عبد الله السعيد؟ والكابتن حسام البدري في كل مناسبة يتسأل ويجاوب. كابتن زكريا ناصف في دي ام سي سأل ابراهيم فايق، نشوف قال ايه على سؤال على الناصية. هذا الكم من التغييرات واللي اتكلم عليه الكابتن حسام البدري مثمر الى اي مدى بالنسبه للنادي الاهلي؟ هل احمد حمدي النهارده تقدر تبص له على انه هيجي بعد وقت من الاوقات يبقى خليفه عبد الله السعيد؟ على فكره انا كان كابتن حسام البدري كان معايا اول امبارح على التليفون، وكنت بساله عن عبد الله السعيد نفسه وغيابه عن النادي الاهلي، هل قد يضطرك او تضطرك الظروف لتغيير طريقه اللعب والاستراتيجيه؟ قال لي ما عنديش مشكله اغير طريقه اللعب والاستراتيجيه، لانه عبد الله فعلا في اختلاف فردي ما بينه وما بين اي حد، لكنه برده كان امين جدا انه قال انه مطلوب من احمد حمدي مجهود علشان خاطر نعتمد عليه. وكمان اتكلم في جزئيه تخص مجدي قفشه، قلت له مجدي قفشه لو جه النادي الاهلي تعمل ايه؟ قال لو جه اغير طريقه اللعب خالص، اغير طريقه اللعب عشان خاطر مجدي قفشه. انا هقول لك على تشكيل النادي الاهلي، اسمعه كده من سنه ونص او سنتين بكتير. اكرامي، فتحي، رامي ربيع، حجازي، معلول، حسام غالي، حسام عاشور، وليد سليمان، عبد الله السعيد، مؤمن، زكريا. وصل. فيش حد. فيش حد. ها؟ ممكن معلول مصاب، اكرامي ما بيلعبش، موجودين، بس انا بكلمك على انك شفت دلوقتي خلال الماتشات اللي فاتت مجموعه ثانيه خالص مختلفه. حتى في تغييرات استراتيجيه شويه لحسام، سواء اضطراريه او فنيه بالنسبه له، ان هاني لعب فتره في القلب، ايمن اشرف اصلا جاي ناحيه شمال بس يقدر يلعب في القلب، فتحي بيتحرك في حتت كتيره قوي. عمره ما اتجمع له اثنين مساكين مع بعض الموسم ده، يلعبوا مع بعض مساكين. اللي عايز اقوله لك ان ده بناء على الاسماء اللي بنشوفها، وخلال الماتشات دي كلها في اهداف معينه حسام البدري بيبني عليها. وانت بتسال على في كلامك معاه على احمد حمدي، على مجدي لو جه من امبي، مش كده؟ بس ما سالتوش انت على ناصر ماهر. لا. بس قال من ضمن قال ملف المعارين كلهم. وملف اللعيبه حتى كمان اللي في السعوديه، وسالته على عمان متعب حتى، قال كلهم هيتم دراستهم مع نهايه الموسم. انا اعتقد اتوقع واتمنى كمان ناصر ماهر يرجع في الحته دي ويكمل مع النادي الاهلي، لان ناصر برضه عمل موسم كويس قوي مع سموحه، وبيلعب في المنطقه اللي بتتكلم فيها عن عبد الله. بس احنا للاسف بنعمل مقارنه بين عبد الله السنه دي والسنه اللي فاتت مع اولاد لسه ناشئين. صح. لا، انت اعمل مقارنه، عبد الله اول ما جه النادي الاهلي كان مكسوف، ما كانش بيلعب، كان مكسوف، وكان في انتقادات على تعاقد النادي الاهلي معاه. صح. الى ان تطور اداؤه مع الوقت، وبغياب لعيبه كانت بتلعب وقتها، ويكي الصقر يفتكر، وكان بركات وابو تريكه. هو اول لما بطل يعني ابو تريكه وبركات اخذ هو مساحه كبيره عبد الله. فاحنا بس بعدها بشويه بقى. وبعديها كمان بفتره. مزبوط. وبالتالي عشان نقول احمد حمدي هو بديل عبد الله السعيد، لا، يبقى بنظلم احمد حمدي. صح. يعني انا عايز اقول بس يعني ما ناخدش احمد حمدي في سكه عبد الله السعيد. لا 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 لا، انا بتكلم على ان المكان المقارنة. المقارنه.
تغيير طريقة اللعب، انت بتغير طريقة اللعب حتى لو عبد الله السعيد يبقى موجود ممكن تغير طريقة اللعب، وتغير طريقة اللعب لو لاعب مش عندك ممكن. وارد جدا في كرة القدم ده طبيعي جدا انك سواء بقدرات اللعيبة اللي عندك او بمنافس انت بتلعبه، فبالتالي بتلعب بطريقة لعب مختلفة. هيسيب اثر شوية عبد الله، انما التعويض عبد الله كتيم اعتقد اي لاعب في النادي الاهلي السنة دي واللي فاتت بيغيب، الاهلي ما كانش بيتاثر خالص. صحيح. وده سر من اسرار النادي الاهلي في الاداء الجماعي. صحيح. اجابه على سؤال خالد، الى نتوقف هذا السؤال، هل يمكن تعويض عبد الله السعيد؟ نعم يمكن، بدليل انه تم تعويض عبد الله السعيد في 12 مباراه ما لعبهمش. ايوه انا طلبت المره اللي فاتت تقولوا لي بس الرقم ده، 12 مباراة منهم 9 في الدوري 2 في الكاس 1 في افريقيا قدام مونانا. عارف الاهلي فاز في ال 12 فاز في 11 وتعادل ماتش واحد مع سموحه اللي هو بتاع سموحه. تخيل في غياب في عدم وجود عبد الله السعيد. في حين ان انت برضه خسرت وتعادلت وخسرت في افريقيا وتعادلت في افريقيا في وجود عبد الله السعيد. فمساله لا هو تم تعويض، انما لازم يتعوض هو، لا مش هو اللي هيتعوض، هو كابتن حتى انما يتعوض. بس انا بس عايز اشرح النقطه دي، تم تعويضه وسيتم تعويضه. واحنا بنسال مثلا هل احمد حمدي وناصر ماهر واخرون وهشام محمد يعوضوا الفرق؟ ممكن يبقوا احسن كمان. يعني انت ليه بتقول وممكن يدوا لك طعم مختلف عن عبد الله خالص؟ هي دي يعني في اداء مختلف وناجح جدا، ويظل عبد الله في قلوبنا هو اللاعب الجميل اللي امتعنا، اللي للأسف ما أن بلغ تمام النضج حتى غادرنا، واخد بالك؟ فإنما وهو كابتن عبد الله وهو عنده 33 ولا سنة جاية هيبقى 34، مين اللي كان هيعوضه كمان سنة ولا اتنين؟ فمسألة خلاص، ده مش السؤال اللي هنفضل عشان ما نظلمش اللعيبة دي، لأن إحنا لو كنا هل يمكن تعويض أبو تريكة؟ لو كنا فضلنا نسأل هذا السؤال كان ظل عبد الله السعيد في ظل أبو تريكة وما عرفش يعمل حاجة. على فكرة إحنا يعني هي مسألة صدقوني يعني فقر في الفكر شوية. هي فقر في الفكر والله. إن إحنا هنفضل نردد مع بعض نفس الكلمة، نفس محدش عايز يخرج منها، ومحدش عايز يقول إنه حتى الكابتن حسام البدر الراجل اتك عليها كتير في حواره المهم مع الكابتن شوبير. انه كل واحد له طعم، كل واحد له شكل، كل واحد له قدرات، مش ضروري ابقى فلان. يعني هل ابو تريكه بقيمته الكبيره جدا الفراغ اللي سابه لما اعتزل كان حد يتصور انه عبد الله السعيد هيسد هذا الفراغ؟ السؤال تاني، هل عبد الله كرر ابو تريكه؟ لا طبعا، ده كان ابو تريكه حاجه تانيه خالص بشكله بادائه بكورته بلمسته بمهارته بتأثيره، وعبد الله حاجة تانية بمهارته وكورته طيب وتأثيره. بس ده حاجة وده حاجة والاتنين في نفس الملعب في نفس المركز. هو اللاعب المكان اللي كان حليتنا اللي بيلعب الأطراف. كان حليتنا دلوقتي عندنا اثنين ثلاثة بيلعبوا أطراف، مش ضروري يبقوا بعبقرية بركات لكن يؤدوا الدور بالظبط. فهي كل واحد وطعمه وكورته وستايله وقدراته، فممكن جدا هتلاقوا قدرات ناصر ماهر عاليه جدا مختلفه مع الوقت تاني. بس زي ما وليد سليمان قالها والله امبارح مهمه جدا، ارجوكم 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 اي حد هيلعب في هذا المكان انسوا سيره سيدنا عبد الله السعيد. طب انا ممكن انسوها وعايز لانه هتبقوا ضاغطين. شوف انا اقول لك على حاجه، اكم من لاعب جه النادي الاهلي واتحرق بسبب ابو تريكه. طبعا لعيبه كتير وكويسه وكويسه جدا. بس مجرد ما محمود سمير فاكره، محمود سمير قال لك ابو تريكه وحد اسمه هيثم الفزاني علشان من نفس المنطقه اللي منها ابو تريكه، مجرد ما تيجي ومحمود سمير ده كان لعيب موهوب جدا واخد بالك. بتقيسه بمسطره ابو تريكه سماكه، عمرو سماكه اهو ده عمرو سماكه كان مانجو سي بيقول لك ده هيبقى اسطوره. لكن عايز اقوله بقى برضه، احنا بنتكلم على من يعوض عبد الله، عمالين نظلم في اسماء. مش ضروري نحمل ناصر وحمدي وشام مسؤوليه تكرار عبد الله السعيد، ومش ضروري نطلب منهم هذا الكلام طبعا، والا هنفضل نقول
لا 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 ما دناش لسه اللي احنا عايزينه. ورغم انه خد الفرص لم ينجح. لا مش زي عبد الله السعيد. طبعا اسال سؤال، ليه ما قارنش انا مثلا احمد حمدي برمضان صبحي مثلا؟ بيجي من الطرف وبيخش على جوه وبيرقص وهو اخرب وقد لا يقارن بحد. كل واحد يقارن ليه بالظبط؟ يقارن بس ليه؟ يقارن ليه؟ يعني في ناس فعلا بتظلمها المقارنه، فخلوا يعني عبد الله السعيد لاعب مهم جدا قد ما عليه. انا اتمنى ان يبقى عبد الله السعيد لكنه مش خلاص، خلينا واقعيين. لكن ما عندناش كارثه ولا مأساة ولا مكشوفين. عندنا فقر في الفكر بجد، كل ما يتسأل سؤال يتسأل نفس لا هي بتبقى عشان بس الموضوع كبير في دلوقتي، بس اعتقد انه هو ماتش واتنين وخلاص. انت يعني احنا عايزين نفس عبد الله السعيد ما يبقاش معرض للضغوط. احنا نتمنى انه ينجح عشان منتخب مصر بس دلوقتي. وانه انسان يستحق انه يكون في حاجه كويسه مع منتخب مصر. خلاص نتجاوز هذه المرحله ونبص على اللي موجود دلوقتي. الوصافه بقى الماتشات اللي احنا بنقولها دي التسعه فيها اربعات وخمسات طبعا، فيها كوره حلوه كمان وكوره جميله جدا كل الماتشات دي شوف المحللين بيقولوا عليها ايه. صحيح، كل المتعه. الدوري الزمالك خرج من المركز التاريخي التقليدي بتاعه، المركز الثاني. بقت صراع الوصافه دلوقتي بين الاسماعيلي والمصري. انحصر الصراع يا باشمهندس بعد فوز الاهلي بالبطل. عايز تجيب لنا الكلام انت بس. لا الاسماعيلي وصل له النقطه كام؟ 63. بقي له خلاص بقي له ثلاث مباريات مع النصر والرجاء والمصري. بتسع نقاط. الاسماعيلي ممكن يوصل للنقطه 69 قبل ما يواجه المصري. المصري عنده 52 نقطه بس بقي له ست مباريات. مع انبي والاهلي والاسماعيلي وطنطا والداخليه وسموحه. يقدر يوصل يوصل للنقطه 67 قبل مواجهه الاسماعيلي، يعني يقدر يوصل لل 70. عشان كده ست ماتشات ب 18 نقطه قد تكون مباراتهم مع بعض. ست ماتشات ب 18 نقطه يقدر يوصل ل 70. ايوه مباراتهم مع بعض هي اللي هتبقى مؤثره جدا. الزمالك خرج من سباق المركز الثاني نهائيا بعد ما فاز الاسماعيلي على المقاصه ووصل للنقطه 63. لا يمكن للزمالك انه يوصل للنقطه 63، رصيده الحالي 55 نقطه. الزمالك عنده مباراتين، عنده الاسيوطي وعنده الاهلي. له ماتشين بس مش ثلاثه. اعلى حاجه الزمالك ممكن يوصل لها 61. فبالتالي فقد الزمالك المركز التاريخي، وبالتالي هيكون منافس على المركز الثالث مع المصري إذا فشل الأخير في حسم المركز الثاني مع الإسماعيلي. يعني هتلاقي برضو حتى المركز الثالث المصري أو الإسماعيلي أيهما هيخسر الوصافة هيزاحم الزمالك على المركز الثالث. دي خريطة المنافسة حتى الآن. جدول البطولة اللي الأهلي احتفظ بلقبها زي ما شايفينه هتشوفوه حضراتكم على الشاشة، الأهلي 82 نقطة، الإسماعيلي 63، الزمالك 55، المصري ب 28 مباراة فقط عنده 52 نقطة. هبط النصر ب 22 نقطة فقط، الرجاء 25 وطنطا 26. الثلاث فرق يعني الرجاء والنصر تأكد، والطنطا عندها صعوبة حقيقية في البقاء. بينما وادي دجلة 30 نقطة يعتبر نجأ من هذا الفخ، والداخلية أيضا 36 نقطة. يوم الأحد إن شاء الله الأهلي وبتروجيت حسام البدري وطارق يحيى في استاد الجيش في السويس، ده الأسبوع 33. المباراة هتكون الساعة 6 مساء إن شاء الله. الأهلي 82 نقطة وبتروجيت 38 نقطة. الأهلي بمساعدة التحكيم ايوه يتصدر الدوري بفارق 19 نقطة على من يليه. وبمساعدة التحكيم ولا وبفارق ولا شوية حظ؟ لا بمساعدة التحكيم. هو الأهلي بيتحقق كل ماتش ما تحسبلوش ضرب الجزاء. ده تحكيم متواطئ مع ده نادي الدولة. نادي الدولة ونادي الحظ ونادي
المشايخ وال انا مش عارف اعمل ايه في ابراهيم طبعا. طيب مباريات الاهلي وبتروجيت 22 مباراه 19 في الكاس، الاهلي فاز في 17 مباراه منها 14 في الدوري و3 في الكاس وتعادلوا في 5 مباريات. الاهلي سجل في بتروجيت 45 هدف منهم 40 هدف في الدوري و5 في الكاس، وبتروجيت زار شباك الاهلي حرة منها 10 مرات في الدوري وهدف واحد في الكاس. هدافه الاهلي في بتروجيت عماد متعب عنده 5 اهداف، ابو تريكا 4، في لافيو 4، عبد الله السعيد 4، والاربعه مش موجودين. وليد سليمان 4 وموجود ضد ناديه السابق بتروجيت هيلعب. رمضان صبحي عنده 3 اهداف ومش موجود. خلاص اللي عندهم هدف هدف. لا اللي عندهم هدفين بقى عماد النحاس وهاني العجيزي وفي نيران صديقه مش موجوده برضه واحمد فتحي عنده هدف. مباريات الاسبوع ال 33 يوم السبت ان شاء الله سموحه هيلعب الداخليه وطنطا مع المصري، وادي دجله مع الانتاج، والنصر مع انبي. يوم الاحد الرجاء والاسماعيلي، بتروجيت والاهلي والزمالك والاسيوطي. يوم الاثنين 23 ابريل الجيش مع المقاولين والمقاصه مع الاتحاد السكندري. ماتش بتروجيت تتوقعه ايه؟ لا ماتش متعب رغم ان هم ما غلبوناش، لكن ماتشاتهم مرهقه جدا مع النادي الاهلي. وهم حالتهم مش وحشه الايام دي. ففاصل نطلع لفاصل وبعد الفاصل فانا وانت في اقول لكم اللي هيحصل في الفاصل. بعد الفاصل هنشوف ايه سر قوه الاهلي وعظمته. في حاجه واحده حقيقيه هنقيم عليها الدليل وهتشوفوا شواهدها ايه بعد الفاصل. طبعا احنا بنبدا بهذا النشيد الذي يذكرنا مبادئ الاهلي وجنود الاهلي وكتبه واحد من رموز النادي الاهلي واحد ابناء اعرق عائلاته فكري باشا اباظه. الفقره دي طبعا خلاص بدل ما سمعنا النشيد يبقى عرفنا الفقره. هي فقرة بتقول لنا هو مبادئ النادي الاهلي دي يعني برضه ياللي قلبين دماغنا بدأت امتى؟ ولا ايه قصتها؟ تكتشف ان من الاحداث الاختبارات بدأت بدري جدا 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 يا استاذ ابراهيم. يعني يوضع الاهلي امام اختبار بسيط بيحصل في كل النوادي، بسيط جدا، 2 من الاعضاء اتخانقوا. واحد كتب شكوى في واحد. قال لك ده علّى صوته عليا. فؤاد افندي درويش 1912. الافندي ده اقل من البشوية. تقدم بشكوى ضد واحد تاني قال له انه قام بسبي واهانتي واحراجي امام الاعضاء. ده سنة كام؟ 1912 يعني كان النادي عنده 5 سنين بس. ثم في 16 فبراير يعرض سكرتير النادي هذه الشكوى المقدمه من سليمان افندي، فائق العضو النادي ضد فؤاد افندي درويش. يعني فؤاد افندي درويش ده المشكو فيه. بينه سبه يعني على مرمى مسمع من الاعضاء. نادي شكل لجنه. شوف بقى طريقه التعامل مع الامور يا استاذ ابراهيم. تم تشكيل لجنه من الأفندية أحمد فؤاد أنور، فؤاد كامل، وزكي سري، وعبد الفتاح منصور، ومحمد فؤاد، وعبد المجيد رمزي، وحسن علي. 7 لجنة، جوري، محلفين، هيئة محلفين، علشان ده ما يبقاش صورة واحد. محضر الجلسة ده محضر الجلسة. شوفوا ده قيمة الأهلي الوثائقية يا جماعة، كل كلمة بالوصف بخط اليد. فليه بقى؟ عشان ما يكونش في واحد يعرف واحد يتوصل واحد. 7 وبعدين نيجي في 5 مارس بقى الجلسة نفسها.
خد بالك المشكلة والكبيرة واللجنة يا جماعة واحد على صوته على واحد في النادي الأهلي وأهانه وأهانه شعر بالإهانة بس شوفوا المشكلة الكبيرة يعني اللجنة اجتمعت مجلس الإدارة في 5 مارس بقى شوف سرعة الأداء كمان يعني 16 فبراير اتشكلت اللجنة 5 مارس يتعمل جلسة فالسكرتير يعرض على اللجنة نتيجة التحقيق فقررت اللجنة ما يلي تكليف شوف اللغة الراقية تكليف فؤاد أفندي درويش بتقديم استقالته اللي شتم يكلفوه أيوة بتقديم استقالته من عضوة النادي في ظرف 3 أيام المهلة 3 أيام تجيب استقالتك من النادي ومش بس كده وهما بيفحصوا واكتشف انه كان عليه فلوس مع مطالبته بدفع المتأخر عليه يا سلام ما يمشيش بفلوس ولا طب وفرض رفض يشطب اسمه من عضوية النادي ويكلف السكرتير بإعلان هذا القرار هتقول لي ايه الفرق طب هتيجي تقول لي قدم استقالتك طب مش مقدم هشطبك اشطبني لما تتشطب يا استاذ ابراهيم كان حتى وقت قريب ايوه اي عضو يتشطب من اي نادي ممنوع اي نادي تاني يقبله ايوه يفقد الاهليه الرياضيه انما بتح لك فرصه تخرج بكرامتك تقدم استقالتك بس انت اللي عليك ايوه يعني اوعى تفتكر ان انت هتقول طب والله ما انا دافع بقى مش دافع استقالتي لا استقالتك وتدفع اللي عليك يا اما تترفد ولو اتشطبت شيل وزرك شيل وزرك بقى مش هتعاتب اي نادي تاني ادي قرار تربوي لجنه في خلال 3 اسابيع عشان واحد اهان واحد عضو نادي ادي في 1912 بيكرسوا لكيف تكون العلاقه بين الاعضاء دي كانت واقع يا جماعه كان النادي الاهلي عنده 5 سنين فقط والكلام ده اللي احنا بنقوله مش يعني ما هياش حصة تاريخ لكن زي ما المهندس عادلي قال في البداية عشان تعرفوا جذور هذه القيمة نبع منين والناس اللي بتقول لك يعني ايه مبادئ ويعني ايه تقاليد تعرف هذه التقاليد مورثت ازاي من المنبع واتبنى عليها بهذا التراكم لغاية لما اصبحت تمثل الضمير الجامعي مكتوب. الضمير الجامعي للنادي الاهلي الضمير الجامعي الله ينور الضمير الجامعي التاريخي للنادي الاهلي اللي هو بيصون النادي ويحرسه اي حد يتصرف عكس ده لا الضمير الجمعي مش هيسمح لا ده احنا هنستنى بقى المشكله ان ولادنا الصغيرين اللي ما حضروش هذا الكلام بينظروا علينا دلوقتي بان مبادئ الاهلي مبادئ الاهلي لكن بيعجبونا ان احنا بنكررها فاصبحوا اشد شراسه وتطرف في هذا الامر بالظبط فبنقول لهم يعني هي مطلوب انكم تحافظوا على هذا النظام بس لكل شيء يعني مجاله وحجمه طيب الواقع اللي المهندس عادلي حكاها لكم في 1912 درس لكل عضو في النادي الاهلي من الشباب من الكبار وما شاء الله دلوقتي العدد 100 وكام و 170 الف ولا طبعا ده اعداد في كل المقرات ما شاء الله فيلاحظوا انه لما اي حد يصدر عنه سلوك معيب جوه النادي ويلاقي اداره النادي بتاخد ضده موقف متشدد لازم يتفهم الامر ويعرف هو قاعد فين والا ما يبقاش النادي الاهلي الموقف الاولاني اللي المهندس عادلي حكاه ده رساله لكل عضو في النادي الاهلي لكن لكل رياضي في النادي الاهلي الاهلي عمل ايه من 100 سنه بصوا من 100 سنه بالظبط 1918 6 لعيبة تقريبا قامت في دماغهم يمشوا من الأهلي قدموا طلب عايزين موافقة بالاستغناء كانوا مين مش استغناء هي استقالة معرفش استقالة كان متعرف عليها باللفظ ده 6 لعيبة من الفريق كان الفريق بيستعد لبطولة كاس السلطان حسين فلقوا فيه مشكلة محمد أفندي شكري وكامل أفندي طه وحسن أفندي الصعيدي ورياض افندي شوقي الافنديه يعني خلينا بقول لك انه رياض افندي شوقي فيما اذكر كابتن عم مجيد نعمان كان قال لي اعتقد ده كان حماه مين حما الكابتن عم مجيد نعمان يعني
لا ده حد بعد كده كان في مجالس اداره الاهلي لفترات طويله بعد كده، رياض شوقي، ودخل مجلس اداره فترات طويله، وعباس افندي صفوت وعبد الحكيم افندي علي قدموا طلب لاداره النادي بقصد الاستقاله من النادي، ناس عايزه تمشي من الاهلي لسبب او لاخر. بيقول لك شعرت اداره النادي وقتها سنه 1918 ان الناس دول ناويين على نيه وشكلهم رايحين لنادي تاني. ايه اللي حصل؟ تم عرض الطلب اللي قدموه، كانت تقدر الاداره قانونيا ترفض الاستقاله، ترفض طلبات الاستغناء وتقول مش موافقين، بس لانه المجلس ساعتها حس تجرأت وطلبتها. ومين بقى رئيس النادي؟ دوله عبد الخالق ثروت باشا، ده رئيس النادي من 9 فبراير 1916 الى 14 فبراير سنه 24. انتخب رئيس شرف النادي في 25 نوفمبر 27، رأس وزراء مصر لفتره طويله. للاسف الاجيال الجديده ربما ما تعرفش عنه غير ان هو شارع في وسط القاهره في نقابه الصحفيين، ما يعرفوش قيمه عبد الخالق ثروت، واحد من رجال الحركه الوطنيه البارزين في مطلع القرن. عبد الخالق باشا ثروت جمع مجلس الاداره، تعالوا شوفوا السته اللي عايزين يمشوا دول، كان يقدروا يرفضوا الا انه المجلس قرر قبول الاستقاله الجماعيه. يعني هي الحال دلوقتي ما فيش خروج عن السلوك. قالوا مش عايزين مع حرمانهم لان هم اعضاء في النادي من دخول النادي سنه ميلاديه. يعني انت كلاعب انا مش عايزك ما دام قررت وبعدين في توقيت بيقول لك بيستعد لبطوله كاس السلطان حسين، فواضح ان فيها سلوك لوي دراع. لوي دراع، فلا يا سيدي دراع الاهلي ما يتلويش. فالتانيين في ثانيه راحوا اربعه منهم متراجعين. لا حسوا ان لا دي ناس ما بتهزرش. مش قصدي انت بتوحش حمائي. قال لك ما يخشوش النادي سنه كمان. الاداره بعد كده اتقدم لها التماس انه في اربعه حسوا بالذنب فرجعوا في كلامهم ووافقوا ان هم يستمروا فيها. الاهلي رفض لي الزراع، رفض الانصياع والخنوع لاي فرد، والاثنين التانيين قالوا لهم مع السلامه. ورسخ الاهلي من وقتها فكره الاهلي فوق، الاهلي فوق الجميع، لا يتوقف على لاعب ولا احد. طيب مر كتير، ما مرش كتير 10 سنين بعد مصيبه السته وقعت حسين الحجازي، جت الحادثه الكبيره في تاريخ النادي بقى. حسين الحجازي اتفضل. حكيناها اكتر من مره، حكيناها بمناسبه جعفر باشا والي، وحكيناها بمناسبه حسين حجازي، حكيناها بمناسبه مختار التتش. وحسين حجازي كان الاعظم في تاريخ الكره المصريه قبل ان يظهر بقى الكابتن الخطيب والجيل ده. حسين حجازي وكان بصوا ده يا جماعه ابو الكره في مصر، كان يعني كان الفرقه اللي يلعب فيها اسمها فرقه حجازي في السيده زينب، في الاهلي كمان ده عمل فرقه فضلت باسمه وخدهم وراح الزمالك. فحصل ان بنلعب في الطريق، هفكركم بالواقعه اللي احنا لسه حكينا، ماتش ترسانه في نهائي البطوله وخسر الاهلي، خسر ما رضيش الفرقه تطلع تستلم الميداليه بتعليمات من رئيس الفريق، هو كابتن الفرقه، هو كابتن الفرقه، قال لك هو ما طلعش يبقى هو المسؤول. فقرر جعفر باشا والي ايقافه وعقابه، فقال له انت بتوقفني انا، وانا وهو كان طالع دوره اولمبيه وكان جعفر باشا رئيس الاتحاد المصري. ايوه يعني رئيس النادي ورئيس الاتحاد المصري. وفي الدوره الاولمبيه 28، وادي محضر الجلسه اهو بتاع النادي. هلا طب وده كابتن مصر واهم لاعب في مصر وفرقه حجازي، هنلعب في دوره اولمبيه ازاي من غيره؟ ايوه يقوم اتحاد الكوره برئيسه جعفر والي يتقدم الى النادي الاهلي بما يشبه يعني ما تفوتوها بقى ما تعقدوهاش التماس لرفع يوم رئيس النادي الاهلي مجلس اداره الاهلي برئاسه جعفر باشا يقول لجعفر باشا ايه ده؟ هو انت مش عارف النادي الاهلي ولا ايه؟ لا بس هو ما حضرش اجتماع اتحاد الكوره. ايوه بس هو في يعني انا بدي لك فانتازيا. لا يعني بقى ايوه
هو انتم مش عارفين يا جماعه ان النادي الاهلي ما بيشتغلش بالطريقه دي ويقرر استمرار ايقاب فيقرر حسين حجازي انه ياخد جزء من الفريق مهم جدا ويذهب الى المنافس نادي الزمالك اللي كان اسمه المختلط وقتها. فبعدها بثلاث ايام بصوا بقى مكافاه السماء احكي بقى في كل بصوا بعد الموقف بثلاث ايام الاهلي هيلعب مع فاروق او هيلعب مع الزمالك المختلط على كاس فاروق. فتبارى امس نادي الاهلي والمختلط على كاس التفوق المصري للامير المحبوب فاروق. الماتش كان في ملعب الترسانه. النتيجه تفوق الاهلي باصابه واحده في الشوط الثاني اصابها يعني سجلها محمود مختار اللي هو التتش كان هو وبهذه النتيجه نال النادي الاهلي الكاس اسرى فوزه ونال المختلط شرف الوصول فيها الى المباراه النهائيه. طيب ده معناه ايه؟ لما مشي حسين حجازي لم يتوقف النادي هو الاهلي مش عارف هيكسب ولا يخسر غالبا بقى كان هيخسر لم يعبأ. يبقى من يومك يا اهلي بتفضل المبدا على النتيجه يوم كالعاده تكافئ بالحسنيين تاخد النتيجه وتنتصر للمبدا يطلع لك ناشئ اسمه محمود مختار يشيل الفرقه يشيل الفرقه ويخش منتخب مصر وتسافر منتخب مصر للاولمبياد ويتالق محمود مختار ويتالق يصبح نجم الفريق ويحصل مصر على المركز الرابع في هذه الدوره. ايه العظمه دي يا اهلي؟ بصوا في كل ازمه عشان الشيء بشيء يذكر وهو هي كلها مساله متضفره في بعضيها. كل مره الاهلي بياخد موقف تربوي اخلاقي لكن تعالى بقى ينتصر ولا يا باشمهندس مش بينتصر بس ومن رحم الموقف يخرج نجم جديد. انا بقى عايز اقرا صيغه القرار لان تملي بتوري لك برضه الشياكه بتوري لك الدقه. بيقول لك اجتمعت اللجنه العليا للنادي اللي هو مجلس الاداره يوم الثلاث خدوا بالكم ده من المفارقه ان كانت في ابريل 17 ابريل 1928 تحت رئاسه جعفر والي باشا بحضور كل من محمد محمود باشا فؤاد انور بيك فؤاد اباظه بيك محمد صبحي بيك وابو بكر راتب بيك. على فكره ابو بكر راتب اللي عيلته واسرته تبرعت ببناء صاله راتب الصاله التاريخيه في النادي التاريخيه لحد النهارده اسمها صاله راتب. صاله راتب دي نسبه الى عائله ابو بكر راتب عضو مجلس اداره النادي سنه 28. قررت ايه؟ بصوا شياكه الصياغه اللي المهندس عدلي بيتكلم عليها. ابداء عظيم استياء اللجنه للسلوك المعيب الذي سلكه افراد فرقه النادي بعد انتهاء هذه المباراه. بصوا السلوك المعيب اللي هم ايه؟ ما طلعوش ياخدوا ميداليه المركز الثاني. ثانيا ايقاف رئيس الفرقه اللي هو كابتن الفريق يعني حسين حجازي لمده 3 شهور بنتكلم على اعظم لاعب كره في تاريخ مصر بصفته رئيسا للفرقه وتقع عليه المسؤوليه في كل ما حصل. الاهلي بيضرب الراس الكبيره عشان الافنديه اللي بيطلع يقول لك اصل هو ايه لما بتيجي عند حد لو كان لا بيضرب إيه. ابو الكره في مصر علشان تقاعس عن واجب رياضي. ثالثا انذار باقي اللاعبين ما عدا رياض شوقي. خدوا بالكم بقى رياض شوقي اتعلم الدرس. ما هو رياض شوقي ده كان في الستة اللي طلبوا يمشوا من الاهلي وسحبها تاني يوم وسحبها اللي انا قلت لكم ده كان حمل كابتن عبد المجيد نعمان على الجميع رحمة الله. شوفوا وده الاستفادة من الخطأ. هو لما قدم للاهلي طلب انه يمشي مع الستة سنة 1918 الاهلي وافق له وقال له الاهلي ما يتلويش دراعه فقام بسرعة راجع هو والاربعة اللي معاه. لما جت اتكررت الواقعة بتاعة 28 يعني بعدها بعشر سنين ما وقعش في المطب الثاني طلع لا الاهلي ما ينفعش يتعامل كده. عشان كده الراجل ده دخل مجلس الاداره لسنوات طويله بعد كده ما عدا رياض شوقي وزكي عثمان لانه الاثنين دول طلعوا خدوا ميدالياتهم. ابلاغ هذا القرار الى لجنه الكاس السلطاني والاتحاد المصري لكره القدم وتعليقه في لوحه النادي يعني عشان اللي ما عرفش او اللي ما سمعش يتفرج.
لمدة 15 يوم وعلى سكرتير النادي مراعاة تنفيذ ذلك. كان قرارا قويا وحازما، نتيجته الأهرام تاني يوم طلعت تتكلم عن اللي الأهلي عمله. كتبت الأهرام: ما حدث من الأهليين اللي هم الأهلوية يعني يومئذ شديد الوقع على كل رياضي سمع به، وأشد منه وقعا على ما على من رآه رأي العين، وقد أوشكت هذه المشكلة أن تحل بعد أن أخذت شأنا كبيرا في الدوائر والمراجع العالية. بصوا كل الجهات بتاعت الدولة بتتدخل، لكن انسى الأهلي مش هيرجع لو هو مين. فانتهى الأمر إلى درسها الأول في النادي نفسه على أن يوقف حجازي 3 شهور، لأنه ثبت للجنة النادي أنه هو المسؤول عن ذلك بصفته رئيس الفرقة. ده اللي عمله الأهلي، وطلعت مجلة المصور العريقة بعدها بتقول ما حدث من الأهلي كان ما توقعناه. الجملة دي مهمة جدا. آه. المصور كتب عنوان كان هذا ما توقعناه. يعني ايه كان هذا ما توقعناه؟ لما تيجي وقع في النادي الأهلي يبقى معروف هيحصل ايه، هيتصرف كده. إذن لا رياء ولا نفاق ولا فصال في أمر يتعلق بقيمة رياضية أو مبدأ. يا الناس يا اللي بتقول يعني ايه قيم ومبادئ. المشكلة ما خلصتش بقرار النادي. الوسط الرياضي مرتبط بحسين حجازي، مصر رايحة للأولمبياد في 28، فمش هينفع حتى أبدا. حتى ختمت قالت المصور آه هو القرار فيه ذاتي حازم وقوي ويصون سمعته اللي هو النادي الأهلي في المستقبل ويمنع تكرار الحادث، وهو ده المطلوب. يعني الهدف من اتخاذ المواقف القوية المصور سنة 28 قالت لك الأهلي بكده بيصون سمعته في المستقبل. في المستقبل بص الناس بص الناس الحريصة على القيم. طب ايه القرار دي نتيجتها ايه؟ ان النهاردة احنا بنقول لازم نكمل على كده طبعا لحد النهاردة. لا يجرؤ احد على التفريط في قيم ومبادئ النادي الاهلي، لا يجرؤ. لا يجرؤ لانه هيحاسب تاريخيا، هيجلد من التاريخ. ما انا قلت لك الضمير الجمعي مش هيسمح له. المثير في الموضوع ان منتخب مصر سافر وشارك في الدورة الأولمبية في أمستردام وحقق، ودي والله يعني مكافآت السماء. يسافر الأهلي يلعب بدون حسين حجازي بعد 3 أيام من الأزمة فيكسب المختلط اللي هو الزمالك وياخد الكاس. المنتخب الأهلي يرفض أنه ينصاع للضغوط أو أنه هو يرفع الإيقاف عن حسين حجازي فيسافر المنتخب لدورة أمستردام ووقتها الدورة الأولمبية. الحدث الأكبر في كرة القدم كان كأس العالم لسه ما بدأش، فأكبر حدث في كرة القدم هي بطولة الكرة في الدورة الأولمبية. فيسافر منتخب مصر يلعب في الأولمبياد في أمستردام 28 فيحقق أكبر إنجاز في تاريخه لأنه خد المركز الرابع في الدورة. هذا القرار قيمته بقى أنه أرسى فكرة الأخلاق قبل البطولة. الأهلي خسر كأس السلطان يوم 13 إبريل، كان ممكن يخسره. اسمع لا ده حسين حجازي كان موجود لسه ما توقفش. ايوه ده هو الجميل في الموضوع ان بعديها باسبوع بيلعب الزمالك، فما بالك بقى بيتوقف. يوم السماء اقرا بقى التعليق. يعني بص هو الأهلي خسر من الترسانة يوم 13 ابريل 28 اللي هو سبب المشكله من 13 ابريل ل 20 ابريل 7 أيام فقط. في 20 ابريل يتم ايقاف احسن لاعب في مصر والاهلي ياخد نهائي بطوله كبيره، بطوله كاس مصر. يعني هما بطولتين مختلفتين، خسر واحده، خسر كاس السلطان وكسب كاس مصر من غيره بميلاد محمود مختار. هذه مكافاه لاعلاء قيمة الأخلاق. بص بقى حتى التعليق الأهرام بيقول إيه: ولكن أكثر ما يطرب النفوس ويعلي القيمة يعطيها زهوا أن تأتي نتائج المباريات لتعطي النادي قوة أكثر بعد أن يتخذ قراراته فيفوز الفريق رغم إيقاف أفضل لاعبيه. إنها هدية السماء لمن يحافظ على القيمة والأخلاق. فلعب الأهلي المباراة النهائية أمام المختلط
وفاز بهدف مختار. هنشوف الصوره دي بتاعه الاهرام يا جماعه للكلام اللي انتم بتسمعوه. ويفوز الاهلي بالاخلاق والمبادئ، صوره ما نشر في الاهرام وقتها. ويفوز الاهلي ادي اهي بالظبط. يعني اذا تاني نفس العنوان، ويفوز الاهلي بالحسنيين بالاخلاق والمبادئ. من امتى بقى؟ 1928. من 90 سنة. من 90 سنة. المواقف التربوية بقى نهاية الخمسينات، وهي مكافآت السماء متكررة باستمرار. احنا ماشيين معاكوا يعني، امشي صح ربنا يكرمك. وباستمرار في كل أزمة من دول بيولد نجم جديد. في 85 الأهلي بيوقف فرقة، يطلع جيل، يطلع جيل بتاع إبراهيم وحسام حتى النهاردة. وانا عايز اقول حاجه يا جماعه، بس ايه الفرق؟ لانه الناس اعتادت حتى في معالجه موضوع عبد الله السعيد، يقول لك انتوا ازاي قلتوا قيم ومبادئ الاهلي وبعد كده اللاعب يتعرض للبيع. الاهلي في هذا الوقت المبكر ما كانش فيه احتراف، ما كانش فيه فلوس، ما كانش فيه عقود. دلوقتي فيه حقوق وفيه فلوس وفيه مسؤوليه. فشيء رائع جدا ان انا اخد قرار احافظ بيه على صورة الأهلي، وإنه فانيلة الأهلي محدش يلبسها ويمثلها إلا من يعيها ويحترمها ويقدرها، لكن في نفس الوقت حقوق الأهلي المادية محدش يعبث بيها. إذا قدر مجلس إدارة، أي مجلس إدارة، يحافظ على الاثنين، يحافظ على مين يمثل الأهلي ومين يلبس فانيلة الأهلي ومين ما يجبش إنه هو يمثل الأهلي لغاية هذا الحد، وازاي اقدر اجيب حقوق الاهلي الماديه في العصر الاحتراف. وتاني عشان مشكله عبد الله سعيد ليس في انه قرر ان يغادر، ولكن مشكلته انه كان يتحدث مع الاهلي وقد حسم امره ومضى وقبض، قبض مبلغ كبير جدا بالزبط. وما قالش للاهلي بس هي دي، لكن حقه يمشي، حقه يمشي طبعا كمحترف. التتش بقى، ما حدث في نهايه الخمسينيات، كان الفريق الاول في الاهلي بايت في اسكندريه، كان هيلعب مباراه في اليوم الثاني مع النادي الاولمبي في الدوري. مختار التتش اسكندراني الاصل، فكان في اسكندريه في مسقط راسه. قال اروح ابص على معسكر الفرقه اطمن عليهم. راح لهم الفندق ليله المباراه، لقى المفاتيح متعلقه تحت. اول ما بص في الريسبشن لقى مفاتيح الاوض كلها متعلقه بالليل. يا دلوقتي ايه ده؟ المفاتيح دي موجوده، معناها ان اللعيبه دي بره. طيب ايه اللي حصل؟ اتصل التتش فورا من الفندق بالاسكندريه في النادي، وقال لهم اللعيبه سهرانه بره الاوض لغايه دلوقتي، والفريق هيلعب بكره، الناس دي ازاي هتمثل للاهلي بكره؟ وعرف ان هم في سهره بره، بره الفندق، وراجعين الفجر. قال لهم ابعتوا لي فريق الناشئين هو اللي هيلعب بكره. طلب التتش بالتليفون من الفندق بالنادي في القاهره، ابعتوا لي فرقه الناشئين، الناس اللي سهرانه بره الفندق ما ينفعش تمثل للاهلي. ولما جم قال لهم يا كباتن جهزوا شنطكم عشان هترجعوا في نفس الاتوبيس اللي جابكم. انتوا مش هتقعدوا من اللي جايب الناشئين. ايوه يعني فريق الناشئين هيجي، ايوه هياخد الفرقه الكبيره ويروح بيها، يجيب لنا الصغيرين وياخدوا الكبار البهوات اللي سهرانين يروحوا. ما فكرش لحظه في النتيجه، ما فكرش لحظه اصل صوره النادي تتهز، ما فكرش لحظه اصل العيال الصغيره ممكن نحرقهم في مباراه. لا، فكر في حاجه واحده بس، لعيبة بهذا الشكل غير مسؤولين عن تمثيل الأهلي، ما يصحش يعملوا كده. انت عارف وقع بقى فردية، اصل التتش ده له حاجات كتير لانه كان عنده خط. ايوه فالخط ده بيطبقه على كل الامور. لعيب مهم جدا في الفرقة. ايوه تجاوز حق عضو نادي. قال له تعال اقعد في بيتكم شهر، اقعد في بيتكم شهر، عاقب نفسك بانك انت
من غير ما اعلق لك ورقه ولا بتاع ما تجيش ما تجيش النادي لمده شهر انت معاق ويلتزم وايه يقول له لو انت جيت العقوبه هتتضاعف يقعد في بيتهم شهر ما حدش بيفكر تاثير النجم ده هيعمل معايا ايه حتى عصرنا الحديث تبص تلاقي ازمه 85 85 وعلى فكره ازمه 85 اتكتبت في جرايد بطريقه وحقيقتها هي طريقه تانية فمش هنقعد نراها انا هقول للناس الجو كان ايه وانت هتحكي القصه سنه 85 يا جماعه الدوري انتهى والاهلي واخد الدوري زي كده رجع الدوري للاهلي بعد غير سنتين كان اخر سنتين الزمالك واخد الدوري الاهلي وصل في الكاس لدور الثمانيه بس كان منتخب مصر بيستعد لمباراه مهمه مع المغرب في تصفيات كاس العالم 86 بقياده الكابتن عبد الصالح الوحش فالكاس متاجله استهدرنا ضربه جزاء كانت تودينا كاس العالم بالظبط فكاس مصر متاجله لبدايه الموسم الجديد ايه الازمه اللي حصل بقى يا باشمهندس الازمه قبل ما الفريق يسافر لمعسكر تدريبي احكي لك حقيقه الامور ولا الـ 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 كما ارادت بعض الجرايد تاني طب ما انا اقول لك هنا وانت تصحح لا مش عايز تقرا ده طب قول ليه بقى كلام كتير واخد بالك ولكنه ليس الحقيقه الكامله ولكنها اسباب اتحشرت عشان تدي مبرر للتصرف الكابتن الجوهري كان يدرب الفريق خلاص جه عمل معسكر في المانيا كان حتى كابتن محرم كان الدوري انتهى والسايس كابتن مدرب الاهلي مش السايس وتعين الجوهري يعني الجوهري ده تعيين جديد ايوه هو مدرب الفريق اللي هيبقى مسؤول عن الموسم اللي وهيبدا مسؤوليته بماتش الزمالك في دور الثمانيه المعسكر خارج ما انا ما انا بحكي لك اهو أيوة. يعني اول احتكاك رسمي هيبقى دور الثمانيه في كاس مصر هيرجع يلعب فطلعوا المانيا يعملوا فتره اعداد كان هو الهيد كوتش وكان معاه كابتن هاني مصطفى مدير الكوره وكان كابتن محرم الراغب في البعثه دي في المانيا رئيس البعثه كان عضو مجلس اداره كان عضو مجلس وبعدين الكابتن الجوهري اتشكلت الفرقه اللي هتطلع المعسكر وكان محمد عباس وقتها نجم من الناحيه الفنيه مذهل عبقري ولكن كان عنده مشاكل كتيره سلوكي. جدا ما تلاقيهوش وبعد كده الحقيقه اثرت عليه المشاكل دي الى درجه هو نفسه بيقول انا نادم على كل لحظه فيها فقرر النادي الاهلي الاستغناء عن محمد عباس وهو اعظم موهبه في جيله انا قابلت الكابتن الجوهري عباس مش طالع معاكم قال لي يا كابتن عدلي ما حطش تفاحه عضبانه في قفص الفريق اذا كان مقتنعا جدا بالقرار ويمكن كان هو صاحبه صاحب هذا القرار لانه برضه الكابتن الجوهري كان صاحب قرار الاستغناء عن جمال عبد الحميد وبعد كده لما راح الزمالك ومرنه بقى هو بقى الاب الروحي وهو اللي انقذه فالكابتن جوهري كان عنيد جدا وله سمات شخصيه بقدر ما كان مدربا عبقريا شخصيه قويه وعنيد فالمانيا هو الظاهر حس ان الفرقه مش هتساعده وراجع على ماتش الزمالك فطلب من هاني مصطفى انه عايزين محمد عباس يحصله وكان الكابتن حسن حمدي عضو مجلس اداره مشرف على الكوره كابتن هاني مصطفى ما وافقش ولكن نقل الكلام للمشرف على الكوره كابتن حسن فالكابتن حسن ما وافقش رجع الكابتن الجوهري كان وقتها ملعب الكوره بيتصلح وبيتغير سيستم الري بتاعه بس ما كانش ده المشكل لان الملعب كان تحت الاصلاح وكان فاضل له حاجه بسيطه والناس كانت بتشتغل جامد جدا فالكابتن الجوهري قال لهم انتوا مش مجهزين للملعب وانتوا مش بتساعدوني وانا خد الفرقه وراح رايح بيها نادي الشمس ومش هرجع غير لما تلبوا لي طلباتي. وبقى يمرن الفرقه قاعد في الفندق قعد يومين بالظبط اجتمع مجلس الاداره وقرر ايقاف ال 17 لاعب اللي معاه لان كان في سبعه تانيين في المنتخب او ثمانيه. كانوا مع المنتخب في المغرب. في المغرب.
طب هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه؟ قالوا نلعب بالناشئين. حصل حاجه بقى في الوقت ده، الكابتن حسن حمدي، ودي يعني دي ما حدش كتير يعرفها يعني. كان مشرفا على الكوره، ولكن كان هناك بعض القرارات التي يجب اتخاذها وهي من صلاحيات مدير الكره. الكابتن هاني مصطفى تقدم باستقالته. خلاص؟ ايوه. فالكابتن حسن حمدي قال لهم انا همسك مدير الكره عشان ياخد هذه الصلاحيات وايه ويقدر ياخد القرارات التي تم اتخاذها بالاعتماد على الناشئين لحد ما الكابتن الاستاذ كمال حافظ رحمه الله عليه يعني ضغط وقال الجوهري يرجع ويمسك الفريق. وكان الكابتن عادل طعيمه، بمناسبه الكابتن عادل طعيمه احد المدربين الاكفاء جدا والمظلوم مش واخد حقه، كان في الوقت نفسه مع فريق 19 سنه في المانيا في معسكر، فراجع بفريق جاهز. ادي الجوهري، وده كان لجوء الجوهري للصحافه احد المشاكل وقتها. طبعا قبل 10 ايام من لقاء الاهلي والزمالك الجوهري يقدم استقالته من تدريب فريق الاهلي الاول للكره، المدرب المستقيل يشكو من التدخل المستمر لحسن حمدي في عمله. دي لجوء كابتن الجوهري. ايوه، لان حسن للصحافه ضد المجلس. التدخل في ايه؟ هو انا لما اكون مشرف على الكوره اقول له اديني برنامجك. لو هذا حدث يعني. طيب المجلس رد عليه في هذا البيان، تحب تعرف لا نصه؟ لا اقرا بقى المجلس، ردود المجلس، لان ده قرار مجلس، ما هو ما فيهوش اجتهاد يعني. بص بقى، قال مجلس اداره النادي الاهلي بعد ما اجتمع يوم الاربعاء 24 يوليو 85، كان اجتماع عاصف، ما استدعاش الكابتن الجوهري في استقالته، ما استدعهوش عشان يناقشوا في الاستقاله. بعد ما شرح قرار ومشاكل وشكواه قالها للصحف، ودي كانت خرق لنظام النادي، لكن سجلت كل ما قاله على شرائط التسجيل، وقرر المجلس بالاجماع قبول استقاله الكابتن الجوهري وتعيين الكابتن هاني مصطفى مدربا عاما، وتكليف الكابتن حسن حمدي وهو عضو مجلس اداره بعمل مدير الكره، وطلع مجلس الإدارة هذا البيان وبعته للصحف وقتها. قال مجلس الإدارة في بيانه إن آخر ما كان يتوقعه مجلس إدارة النادي الأهلي أن يتقدم الكابتن محمود الجوهري باستقالته في هذا التوقيت الحساس والحرج وبهذه الصورة التي تتنافى مع قيم وتقاليد النادي الأهلي الذي نشأ بين أحضانه لاعبا ومدربا، ويهم المجلس أن يوضح النقاط التالية. 1- كان تعيين الكابتن محمود الجوهري مدربا عاما للنادي، خدوا بالكوا في الوقت ده ما كانش في حاجه اسمها مدير فني، الهيد كوتش اسمه المدرب العام، والكابتن الجوهري الله يرحمه مجلس الاداره، كابتن الجوهري الله يرحمه هو اول من استحدث لفظه المدير الفني لما مسك منتخب مصر في 89، بدا يدخل كلمه مدير فني. قالوا كان تعيين الكابتن محمود الجوهري مدربا عاما للنادي بإجماع آراء أعضاء مجلس الإدارة وتكليف السيد حسن حمدي عضو المجلس الذي كان متحمسا لتعيينه. المجلس بيقول إن الكابتن حسن كان متحمس لتعيين الكابتن الجوهري بالاتصال به والاتفاق المبدئي معه. 2- بعد تكليف السيد حسن حمدي بالإشراف على الكرة، تم اختيار الجهاز الفني والإداري بناء على رغبة الكابتن محمود الجوهري شخصيا. بصوا ده محضر اجتماع المجلس ده، وهو صاحب فكرة تعيين مدير للكرة حتى يتفرغ هو للناحية الفنية. يعني المجلس بيقول لك اللي طلب تعيين مدير للكرة كابتن الجوهري. أيوة. يؤكد المجلس أنه لم يحدث على الإطلاق أن تدخل حسن حمدي في الشؤون الفنية للكابتن محمود الجوهري، إذ لم يلتقي الاثنان لظروف سفر كليهما للخارج، وحتى الآن وخاصة أن السيد حسن حمدي ليست له أي سلطات يخولها له موقعه كمشرف على الكورة. يقول المجلس المؤسف، بس دور المشرف عشان تبقى فاهمة هو حلقة الوصل بين الكرة ومجلس والمجلس الإدارة. بالضبط. المؤسف أن الكابتن الجوهري استخدم لغة التهديد، ده مجلس الإدارة في بيانه، المؤسف أن الكابتن الجوهري استخدم لغة التهديد بالاستقالة وقدمها أكثر من مرة متحديا بها قرارات مجلس الإدارة، ولو كان هناك أي موقف مضاد له من قبل المجلس لكان المجلس قبل الاستقالة.
من أول مرة. لم يقتصر موقف الكابتن الجوهري على تقديم الاستقالة، بل تجاوزها إلى محاولة استعداء بعض اللاعبين بدعوى أن المجلس يتخذ موقفا عدائيا منهم. هي دي أم المشاكل والمصائب، أنه فجأة يتم تصور الموقف أنه المدرب بيقول لبعض اللعيبة المجلس ضدكم، فبقت في أزمة كبيرة. وبيقول المجلس في بيانه: وهو ما لا يمكن أن يخطر على الإطلاق بذهن أي من أعضاء المجلس. الادعاء بأن إدارة النادي وضعت العراقيل أمام الكابتن الجوهري بتأخير إصلاح الملعب لا أساس له من الصحة، بل أن العمل القيم الذي تم لتحويل ري الملعب وزراعته إلى أحدث الطرق العلمية جاري تنفيذه، وأوشك على الانتهاء في مدة تعتبر قياسية بالنسبة لضخامة هذا العمل الضخم، مكلفا النادي أكثر من 60,000 جنيه من 33 سنة، وذلك تمشيا مع رغبة الكابتن الجوهري، بل وبواسطة الفنيين الذين رشحهم هو شخصيا. وفي نفس الوقت تم تجهيز أكثر من ملعب بديل لتدريب فرق الكرة المختلفة. لاحظ المجلس أن بعض البيانات التي ذكرها الكابتن الجوهري غير صحيحة، مثال ذلك أنه امتنع عن مباشرة تدريب الفريق منذ عودته من ألمانيا بعكس ما ذكره للصحف، ده مين ممرنش الفرق. كان الأحرى بالكابتن الجوهري أن يتقدم بطلباته لمجلس الإدارة الذي هو أكثر حرصا على مصلحة النادي من أي فرد بذاته، بدلا من أن يقرأ أعضاء المجلس تفاصيل مطالبه في صفحات الجرائد. تسعة أخيرا، لعل كل ما سبق يوضح للجميع أن ما أقدم عليه الكابتن الجوهري لم يترك بكل أسف أمام المجلس خيارا سوى أن يقبل استقالته. اللعيبة بعد كده اعتقدت أن الإدارة هي المخطئة، وأنه قبول استقالة الكابتن الجوهري وتعيين مدرب جديد يعني أنهم حقل تجارب. اتفق اللعيبة 16 اللي كان شمالهم قرار الإيقاف، اتفقوا مع الكابتن الجوهري على الضغط بقوة لإعادته لتدريب الفريق. أقاموا معسكر للتدريب في فندق السلام في مصر الجديدة، واتدربوا في نادي الشمس تحت إشراف الكابتن الجوهري ضد قرار مجلس الإدارة. فعشان كده كان قرار الكابتن حسن حمدي عضو مجلس الإدارة المشرف على الكورة إيقاف اللعيبة 16. هنلاقي هذا القرار بعد كده. أعطى حسن حمدي المفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على كرة القدم، أعطى اللعيبة المتمردين مهلة 48 ساعة لإنهاء التمرد، وإلا سيلعب الأهلي مباراة الزمالك في كأس مصر يا بهوات بالناشئين، وإيقاف اللاعبين ده نص القرار في الأهرام، إيقاف 16 من لاعبي الأهلي. ده كان القرار الحاسم اللي أصدره حسن حمدي في يوم 29 يوليو 85. قال فيه بالنص يا باشمهندس: من مبدأ المحافظة، لأنه دي واقعة مش سهلة، ده زلزال. الأهلي بيوقف 16 لعيب ويقبل استقالة الجوهري قبل مباراة الزمالك. من مبدأ المحافظة على مبادئ وقيم النادي الأهلي الذي تربيت داخل جدرانه، ده كابتن حسن حمدي، وعلى ملاعبه شبلا صغيرا ولاعبا ومديرا للكرة وعضوا بمجلس الإدارة، وحفاظا على أخلاقيات أكبر مؤسسة تربوية ورياضية في مصر، وبعد أن استنفذت جميع الحلول المطروحة لتسوية تمرد اللاعبين على ناديهم، وكذلك الاستقالة المفتعلة للمدرب العام والتي تفجرت في وقت حرج للغاية واحتوائه لتمرد اللاعبين على ناديهم، لكل هذه الأسباب، بيقول الكابتن حسن حمدي، تقرر إيقاف 16 لاعبا الذين شاركوا في التمرد، إيقافهم لمدة شهر اعتبارا من 29 يوليو، بالإضافة إلى رفع مذكرة لمجلس الإدارة للموافقة على شطب 7 لاعبين من 16 الموقفين. كان في 7 ربما شافهم انهم متزعمين هذه الاحداث، فكان في توصيه من مدير الكوره او عضو مجلس الاداره المشرف على الكوره بشطب 7 من 16 الموقفين. كان مقرر ان مجلس الاداره يجتمع في اليوم التالي عشان يعتمد قرار حسن حمدي، لكن حدث ما اعاد اللاعبين ومدربهم للصواب،
شعر اللاعبون ان اداره النادي مش هتيجي بالتهديد ولا بالطريقه ديت، تدخل بعض محب الاهلي لاقناع اللاعبين والكابتن الجوهري مع الاداره بالعدول عن ده. كان يجب على اللعيبه ان هم ما يتدخلوش في امر لا يعنيهم. في اليوم التالي عاد اللاعبون للتدريب داخل النادي، قعد معاهم كمال بيه حافظ وكيل مجلس الاداره والكابتن حسن حمدي، شرحوا للعيبه مدى الخطا اللي حدث. ابلغ اللاعبون الكابتن الجوهري انهم مقتنعون بقرار الايقاف وانهم حريصون على التدريب الجاد حتى يكونوا لائقين لتمثيل ناديهم فور انتهاء الايقاف. بالليل في نفس اليوم اجتمع مجلس الاداره، حضر الكابتن الجوهري جانب من هذا الاجتماع، عرض الكابتن حسن حمدي الموقف كاملا بكل تطوراته على المجلس، متضمنا قرار ايقاف اللاعب 16 لمده شهر مع الغاء قرار شطب السبعه. واصدر مجلس الاداره بيانا ينهي فيه هذه الازمه. قال في البيان سريعا، بيان مجلس اداره النادي ده من محضر الجلسه هتشوفوه حضراتكم، بديهي ان كل اسره تتعرض لخلافات بين افرادها، وكان النادي الاهلي وما زال مثلا يحتذى في ازاله مثل تلك الخلافات داخل جدرانه، وما حدث مؤخرا ان كان يعد خروجا على هذا التقليد لاول مره، الا انه بروح الاسره الواحده تم تدارك ما حدث بمجرد ان نوقشت المشكله داخل جدران النادي الاهلي. وفي الاجتماع الاخير لمجلس الاداره اوضح الكابتن محمود الجوهري للاعضاء الاسباب التي دعت الى الاستقاله وكيف انه تقدم بها في ظل ضغط عصبي نتج عن احداث متلاحقه غابت معها عنه بعض الحقائق ولم تسمح له بفرصه الدراسه الكافيه والمتانيه. واكد الجوهري انه يشرفه العوده الى بيته ليباشر عمله مع اخوته وزملائه في النادي وجهاز كره القدم، ليعملوا جميعا بروح النادي الاهلي لتحقيق اماله وجماهيره. طيب. رحب مجلس الاداره بالاجماع بهذا الاعتذار عوده ابن الاهلي محمود الجوهري الى موقعه طبقا للتنظيم السابق. وافق مجلس الاداره على قرار حسن حمدي كمدير للكره في هذه الفتره بايقاف الشهر للاعيبه 16. القرار قال لهم هاني مصطفى لما هو قدم استقالته، قال لهم هاني مصطفى يبقى الكوتش وانا هبقى مدير الكوره. وهو قرار لما استمر اكتر من يومين كان كافي ان حسن ياخد القرار بصفته مدير الكره بايقاف اللاعبين. لكن قرار جوهري ما كانش بتاعه، ده كان بتاع المجلس. بالظبط. تم ايقاف اللعيبه ال 16 محمد عامر، شريف عبد المنعم، خالد جدالله، مدحت رمضان، حسام البدري، ماهر همام، زكريا ناصف، مختار، محمد حشيش، ضياء السيد، اسامه عرابي، هاني عبد اللطيف، ايمن شوقي، سمير فوزي، حمده مرادي، رمضان السيد، شهر كامل. والانذار بالشطب للسبعه الاوائل في القائمه. خرج مختار من القائمه بعد ايام لطلبه الاعتزال علشان الاصابه اللي كانت عنده. وطبعا اللعيبه الدوليين كانوا موجودين. احكي لك بقى مع الكابتن الوحش لعب الاهلي ماتش الزمالك والاهلي كسب 3-2. لا ما سيبك، اما طبعا بس هو يعني كابتن جوهري القرار ادوله 24 ساعه عشان يرجع الملعب والا مش هيمرن. فجاء حضر مجلس الاداره وتساوى الموضوع بالطريقه دي. ولكن اللي انا بقى متذكره في الكواليس انت كسبت الزمالك في مفاجاه مدويه، الزمالك حسن شحاته وفاروق جعفر العتاوله وهو بتاع طارق خليل. حسن ما لعبش الماتش ده، ما لعبش غير من الاهلي غير شوبير من الفريق. لا حسن شحاته ما لعبش، انا افتكرت لا بس فاروق وكوارش فاروق كل الفرق بالكامل فريق بالكامل. وابراهيم حسن بس حسام ما لعبش الماتش ده. بس بعد كده القرار بقى، طيب ادي احنا كسبنا الزمالك، ما نيجي الماتش اللي بعديها بقى نلعبه نرجع خلاص بقى الدور الاربعه والعقوبه جابت نتيجه وتقدمت التماسات. ابدا كمل تقوم تكسب تاخد الكاس ترسان. وتكسب جيل، تكسب الترسان، وبعدين تكسب المحله في الفاينل ولا ايه كان مين مش فاكر مش يعني كسبنا. دي لقطات من مباراة 85 الزمالك والاهلي. طب هنشوف الاجوان كمان، هنشوف اجوان حلوه. كل دي شباب 19 سنه كانوا راجعين لسه ما فهمش كبير الا شوبير حارس المرمى. كانوا راجعين لسه من طب والصوت شوارب سمعنا الصوت
وجوان حلوة. بعد مضي حوالي 3 دقائق الجول الأول للنادي الأهلي، بعد مضي حوالي 3 دقائق بيجيبوا اللاعب رقم 13 حمادة مرزوق. 3 دقائق حمادة مرزوق بيجيب الجول الأول للنادي الأهلي. حمادة مرزوق بعد مضي 3 دقائق. فاروق جعفر مباراة بداية سريعة، واحنا شفنا الجول الأول للنادي الأهلي. اللي جاب الجول محمد عبد العزيز، النادي الأهلي هو اللي جاب الجول الأول. الجول بيجي ده اللي الزمالك اتعادل بيه. الزمالك بيجيب جول التعادل. بص بص احنا في الاخر اللقطه دي طبعا ذكرناها اكتر من مره، لكن برضو اربط بينها وبين بتاع حجازي، انك انت ربنا كافئك وتكسب بعديها باسبوع ويطلع لك ناشئ جديد اسمه مختار التتش يكسر الدنيا وتسافر الدوره الاولمبيه بيه وهكذا. نفس الموضوع هنا يتكرر وانت تتمسك بقرارك طول مشوار بقى الكاس، مش خلاص يعني عدينا الزمالك لا، وكل ما تقرب انك تاخد الكاس تقول ايه طب ما انا ما ضحيش بالكاس. ربنا فضل هذه المجموعه تكسب لحد ما خدت الكاس. هل توقف النادي الاهلي عن ممارسه دوره التربوي؟ جول بص البريد جول للنادي الاهلي. طيب انا هذكر لك بس حاجات سريعه جدا جدا لان الوقت يداهمنا، لكن في كل موقف النادي الاهلي يجي له موقف اختبار، ابراهيم حسن في المغرب والاشاره النادي الاهلي يبادر مع انه كان مع المنتخب، يسبق اتحاد الكره في انه اتخذ قرار ايقاف لمده 16 اشهر، الكابتن حسام وقعت نصر الكليس والفانيلا ويوقف لمده مش عارف 9 شهور ولا سنه، وكان المنتخب مسافر كاس الامم والاهلي رفض رفع الايقاف. نفس الشيء بتاع حسين حجاز. الـ 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 الكابتن عصام الحضري مش هنعيده. في كل حتى ابراهيم سعيد لما رجعته اعتمدت العقد وبعته. ده حصل، اعتمدنا العقد وراح احترف في ايفرتون في ايفرتون ورجع بدات المشاكل. وايضا فهي لو قعدنا نستخلص مواقف هتجد مواقف كتيره جدا. فهل الاهلي في اي لحظه ضعف امام فكره انه يعمل نتائج على حساب القيم؟ لا، لم يحدث لحد ما وصلنا للموقف النهارده بتاع عبد الله السعيد الذي تم علاجه باحترافيه وبالحفاظ على ايضا ثوابت الاهلي ومعاييره. ده اللي احنا كنا بنهدف من هذه الحلقه، ان احنا نقول يا جماعه صدقونا اللي بيحافظ على الاهلي وعلى عظمه الاهلي التمسك بهذه القيم. وهو ده سر الاهلي. شوفوا جون ده جميل جدا بقى. ده طارق خليل. طارق خليل هيطير يعملها ازاي؟ يا سلام الدور الثالث للنادي الاهلي. بصوا دول لعيبه تحت ال 20. طارق خليل ده اخو علي خليل. بيكسبوا الزمالك بكوارشي وفاروق وكل، يمكن اللي جاب على الزمالك التشكيل الكبير بتاعه حسن شحاته وابراهيم يوسف بس في هذه المباراه. انما الزمالك لعب بكل قوته وخبراته عشان يحرجوا ناشئوا الاهلي ويكسبوا 3-2. انا عاصرت بقى واقعه ثانيه في البطوله العربيه. كان الكابتن حسام موقوف وكان فيليكس الفرد الوحيد اللي عندنا وكان في اجازه والمفروض يوم الخميس وهنروح احنا الفندق يوم الجمعه فالكابتن او يوم السبت الصبح فكلمني فيليكس قال لي انا مش لاقي تذاكر يوم الخميس وحاجه يوم الجمعه. فالكابتن صالح قال له ما جيتش يوم الخميس ما تجيش. فكلمته قال لي مش لاقي تذاكر
فكلمت الكابتن صالح فقال لي طارق هيكلم له مدير المحطه هناك. الكابتن طارق بقى رحمه الله على الاثنين كان طيار في مصر الطيران، كان الاستاذ وهيب انا فاكره، هيحل له المشكله، يطلع المطار وهيلاقي مكان. المهم انه ما جاش الخميس، فالكابتن صالح قال لي ما يخشش الفندق معاكم، ما عندناش حسام حسن والبطوله العربيه اول مره ننظمها، طب هنلعب البطوله دي ازاي؟ رحمه الله عليه كابتن ثابت كان مدير الكوره. ياتي يوم السبت الصبح والاقي لك فيليكس داخل لي بالشنطه بتاعته ويتم هاي مستر عدي وانا قاعد تحت. قلت له هاي فيليكس يعني رايح فين؟ قال لي طالع اوضتي. قلت له اوضتك مش هنا، اوضتك هناك في البيت عندكم الابارتمنت بتاعك. قال لي ايه؟ قلت له لا، ما وانت فاكر الاهلي بيهزر؟ انت موقوف يا فيليكس، انت مش هتلعب معانا البطوله. فيليكس ما يلعبش البطوله عشان الاهلي يكسب. اه طبعا يكسب البطوله. عرفتوا سر الاهلي؟ دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي زين النوادي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير ان نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله، ونسيبكم مع زين النوادي.